يا مساء البهجة، ويا مساء السعادة، ويا مساء التفاؤل، ويا مساء حسن الظن برب العالمين. طبعا يا جماعة، حلقة جديدة وحلقة مهمة جدا وحلقة مبشرة، فيها بشارات جديدة كتيرة جدا لمعظم الأبراج، وأيضا في تنبيهات، مش هقول تحذيرات، للبعض الآخر لو انتبهوا وأخذوا حذرهم وأخذوا بالهم من صحتهم ومن كلامهم ومن انضباطهم والتزامهم. إن شاء الله بإذن الله مبروك عليكم شهر أيار مايو، بإذن الله إن شاء الله هيكون في حظوظ كبرى لبعض الأبراج. هنقول في الأول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهنقول كمان: وما توفيقي إلا بالله عز وجل، عليه توكلت وإليه أنيب. طبعا يا جماعة، النهاردة الحيتان، النهاردة يوم الحيتان. أي حد يعرف حد برج الحوت؟ أي حد من قرايبه الحوت، بنته، ابنه، جوزك؟ يعني النهاردة اليوم حوتي من الطراز الأول. النهاردة يا جماعة الأبراج المائية ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مش عشعين ومتألقين ومزدهرين وحياتهم صاخبة على رؤوسهم. البرج طبعا الحنين، البرج الجدع، البرج الكريم، البرج اللي أحلامه بتتحقق من الدرجة الأولى، اللي تخاف منه لما بيحلم حلم كده بنقول يا رب يا رب تبقى بشارة، عشان بتحصل بإذن المولى عز وجل. ولو تحذير أو تنبيه أو رسالة معينة فيها تحذير أيضا لازم ننتبه، وهو برج الحوت يا جماعة. الحوت النهاردة القمر عند الحيتان، هينوبهم من الحب جانب السرطان، وأيضا العقرب. العقرب طبعا بنقول لك يا عقرب، العقارب، يا عقارب، أكتر شهور السنة في 2024 الضاغطة ليكم، خلينا سكة ودغري، أقصر طريق بين نقطتين يا عقارب هو الخط المستقيم، فده من أكتر الشهور الضاغطة عليكم، ما عدا باستثناء هذا اليوم، لأن النهاردة يعني صديقك الصدوق وحبيب قلبك وهو برج الحوت القمر عنده، فهينوبكم من الحب جانب. أيضا السرطان، السرطان كمان هينوبهم من الحب جانب كبير قوي قوي قوي. يا إلهام أهلا وسهلا بيكي. أهلا، أهلا بيكي، منورة الدنيا كلها، يا أهلا بيكي. الله يسلمك. اتفضلي. إلهام اسمك حلو وطاقته جميلة جدا ما شاء الله. أعلي صوتك ووطي التلفزيون. موطية التلفزيون والله حضرتك. أنت منورة الدنيا، اتفضلي قولي اليوم وقولي الله يخليك ربنا يخليك. كنت عايزة أعرف بس برج جوزي. أيوة. هو 9/2. هو 9/2. هو أيوة. اسمه إيه؟ مرسي. اسمه مرسي. أيوة. تمام. طب انت عندك التعريف الصحيح لاسم مرسي عشان اعرف الطاقه بتاعت اسمه ايه؟ لا بصراحه. طيب اوكي، هو على العموم دلو، هو اليومين دولت. بصي يا الهام، هو حد لا قدر الله الفتره اللي فاتت رفع عليه قضيه، او هو رفع على حد قضيه، او في حاجه تخص حقوق او محكمه او ميراث او لا. اموال ليها حق عند حد عاوز يجيبه بالذوق مش نافع، فحاول يرفع قضية، أو بيحاول دلوقتي بالهدوء كده وبالمناقشات الجيدة يحاول يجيب حقه من بق الأسد، ولا ما عندكيش معلومة؟ لا لا، مش عندي أي معلومة. ما عندكيش أي معلومة. طيب هو إن شاء الله أبشري، لأن الدلو الفترة دي مواضيعه كلها مناقشات مالية وقضائية وفي المحكمة وقضائية وأموال، وإن شاء الله بإذن الله هينتصر وهياخد ورقة حلوة فيها أخبار سعيدة. قولي لي أنت يا إلهام بقى يومك وشهرك إيه؟ 9/4. انتي 9/4. ايوه ايوه تمام. طيب عايزه تسالي على طاقه عامه ولا عن ايه بالظبط يا الهام؟ يعني عن الطاقه العامه كده يعني. طيب تبع حضرتك من زمان قوي والله. حبيبه قلبي، بصي انت حمل، انت بكره القمر عندك يا الهام، يعني ابشري ابشري ابشري، بكره انتوا هتكسروا الدنيا ان شاء الله باذن رب العالمين. الاسود بكره يوم الاسود ويوم الحملان، يومكم انتوا يا الهام، يومك انت، لكن الصديق ليكي اللي هينوبه من الحب جانب غدا وليس اليوم هو برج الاسد، وايضا يعني الاسود والقوس هيبقى بكره ليهم نصيب حلو، لكن مين بقى نصيب الاسد؟ هيبقى انت، وبعديكي نصيب الاسد هيروح للاسد بعديكي،
وطبعا تالت واحد هيكون القوس. بكره اليوم هتكسروا الدنيا يا قوس، ابشروا بكره يوم رائع وفوق الرائع، ابشري. هقول لك بقى الاخبار. هو ده لو مع حمل، بس عايزه اقول لك على حاجه قبل ما تقفلي، ضروري يا الهام معايا. طيب تابعينا من خلال التلفزيون يا أستاذة إلهام. بصي، صلي على النبي، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبته وأحبته ونحن منهم إلى يوم الدين. بصي يا إلهام، في خلافات كتيرة بتمر بيها أنت وزوجك، لو مش الأيام دي فأنتوا الفترة اللي فاتت كان في خلافات، عارفة اللي هو يعني من كتر حبنا في الحاجة ممكن نتعامل بطريقة ليست صحيحة على الإطلاق. أهو أنتي والأستاذ مرسي نفس الموضوع. أنتي إلهام نارية مندفعة متشبثة برأي قوية، يعتمد عليكي، شخصية استقلالية، شخصية ناجحة متسلقة، تحب توصلي للأماكن الصعبة، تحب النجاح، تحب الطموح، تحب أنتي الناس بتعتمد عليكي. انت حلوه حلوه، يعني وجودك حلو، الفايبس بتاعتك حلوه، لانك اندفاعيه متهوره احيانا. دي بقى الحته اللي عايزينك تهدي شويه فيها علشان محدش يزعل منك. بالنسبه للدلو، هو هوائي لطيف موهوب فكري غير ثابت وايضا متطور ومتجدد. الهوا ما بيحبش السيطره ولا بيحب الاسئله الكتير، فلازم يا جماعه ننتبه كلنا. اللي متجوزه اي رجل دبلوماسي من مواليد برج الميزان، اللي هم بيكونوا من 23/9 حتى 23/10، دولت يا جماعه ما ينفعش نسالهم كتير، ما ينفعش نتصل بيهم كتير. الاتصالات يا جماعه الكتيره احيانا بتسبب ازعاج. الموبايل ما نمسكوش غير في الضروره القصوى، يعني انت مش على الفاضي والمليان تتصلي بجوزك. ثالث واحد وهو المبدع والموهوب والمتجدد المتغير والمتطور، وايضا برج الحريه والفكر والطاقه والحياه، هو برج الدلو الهوائي. الثلاثة دول يا إلهام، لو ليكي طبعا، هو انت ليكي جوزك اللي هو استاذ مرسي الدلو 9/2، انت 9/4 حمل، الخلافات بتكون كتيره، فنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ الهوائيين ما بتسالوش كتير، نبقى لطاف معاهم، ما نتصلش على الفاضي والمليان، بيكرهوا الاتصالات، بتسبب لهم نوع من انواع الاسترس، واسوأ حاجه في الدنيا يا جماعه. اما الهوائيين يحسوا بالاسترس، بنلاقيهم الاستابيليتي بتاعتهم، الاستقرار بتاعهم، بنبتدي ان احنا نخترقه. فهم اول ما بيحسوا الثلاثه الهوائيين جوزائيين وميزان وايضا دلو، الجوزائيين ساحر وجذاب بكلامه، باسلوبه، بشياكته، بنظافته، بتالقه، هو الجوزائيين جذابين جدا، لكن ما بيحبوش لا الاسئله الكتيره ولا سين وجيم، رحت فين، جيت منين، هو عارف هو بيعمل ايه، هو مش محتاج محضر بالاثبات الحضور والغياب، والان واصلا انا بعمل واصور وابعت لك وتصوري وتبعت، ما بيحبوش كده. يبقى أول حاجة لنجاح العلاقة بينكم وبين بعض الاحترام المتبادل، ده أفضل حاجة على الإطلاق يا إلهام لو في سوء تفاهم، لأن الأبراج المبدعة زي الدلو وأيضا العقل اللي بتحاول توازن بين عقلها وقلبها، الميزان وعلى رأسهم الجوزائيين، لو احترمناهم ودينا لهم مساحتهم الشخصية وتعاملنا معهم بحرية وبأريحية، هناخد عينيهم هم من غير ما نعمل لهم استرس، بدون ما نخترق الحدود بتاعتهم، لان لو اخترقنا الحدود سالناهم كتير وزهقناهم هنلاقيهم عصبيين، هنلاقيهم بيطفشوا من البيت، ما بيحبوش القعده في البيت، هنلاقيهم مش بيحبوا يقعدوا معانا ولا يكلمونا ولا يفضفضوا معانا. لو تعاملتي بقى بذكاء هيبقى خاتم في صباعك. بمعنى ايه يا الهام؟ انت ناريه جذابه جدا جدا وطموحه وهايله، فايبس بتاعتك فعلا فعلا ملفته ومريحه، لما بنقعد معاكي بنحس كده بحيويه، اكلك متميز، اكلك زي العسل النحل، وطريقتك هايله جدا، بس لازم تحترمي زوجك اكتر واكتر واكتر، وهو ايضا يحترمك جدا، وايضا المساحات الشخصيه لا تخترق. اهلا بيكي يا ساره. يا استاذه ساره، يا مساء السعاده، سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه دينا، عامله ايه؟ الحمد والشكر لله رب العالمين، زي الفل. ربنا يديمها عليكي نعمه يا رب. ربنا يسعدك. طيب انا عايزه دلوقتي، بص يا ساره، اقول لك على بشاره حلوه جدا جدا جدا، يعني اسم ساره ده الفايبس بتاعته في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه. لو اتنده لك باسم ساره، يتنده لك باسم ساره، هيجي لك باذن الله طاقه من البهجه والفرح والاخبار المفرحه والسعاده الجميله جدا، لان ما فيك
يخرج من فيك، اللي بينادولك كتير يا ساره يا ساره يا ساره، فعلا هتعوم عليكي طاقه قويه جدا من الخيرات والنعيم والسعاده والبهجه. اتفضلي قولي سؤالك. يا رب دايما. كنت عايزه استفسر بس عن البرج بتاعي وعن برج جوزي. طبعا اتفضلي. طبعا انا 25/11. انت 25/11 تمام، وجوزي 11/3. وجوزك 11/3. انت كنت عايزه تسالي عن بخصوص ايه بالظبط؟ توكا عامة والله، يعني انا عايزه اشوف كده ايه الدنيا يعني معانا. يعني مش سؤال معين يا استاذه ساره؟ لا ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك. جوزك الحوت، طب انا عايزه اعرف هو اسمه ايه؟ محمد. محمد، بصي هو النهارده اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضره سيدي النبي. النهارده القمر اصلا عنده، فالنهارده هو خد اكبر نسبه حظوظ، كان بتاريخ 4 ايار مايو. بكره بامر الله هيكون النصيب الاعظم باذن المولى عز وجل، ولا يعلم الغيب الا الله وحده لا شريك له، هيكون للنارين، يعني بما فيهم الحملان. وانت عشان قوس، انت قوس هينوبك من الحب جانب. النهارده طبعا القمر كان عامل تربيع مع برجك، كان في شويه ممكن نقول ستريس، ممكن نقول نخلي بالنا من الاجهزه اللي في البيت، الاجهزه بتاعتك تاخدي بالك منها قوي، تقولي بسم الله الحفيظ الحافظ النهارده على كل اجهزتك الكهربائيه، اللهم اني استودعك كل ما املك وكل رزق رزقتني به، علشان ربنا عز وجل خير من يؤتمن يا ساره. لان النهارده يعني لو اتعاملتي بطريقه ما فيهاش بي كيرفول، انت مش بي كيرفول مع الاجهزه بتاعتك، ممكن لا قدر الله حاجه تتلف او تبوظ. طيب بالنسبه للمود، ممكن نلاقي مع اهل البيت او دايره شركاء الحياه ممكن نلاقي نسبه من العصبيه شويه، فحاولي تهدئي من روعك النهارده وبكره، ونهدى خالص، نشرب الكافيه اللي بنحبه او يعني السناكس اللي بنحبه، نقعد كده نعمل مديتيشن مع ربنا بالصلاه بالعباده بالتسبيح يا سارة، بالتسبيح، القوة الجذب للطاقة النورانية من رب العالمين. يا جماعة هرجع تاني وأكد لكم، اللي بيفكر في الناس الحقودية أو اللي بيغل منهم أو اللي هم بيكرهوه أو بيؤذوه، بنلاقي الحاجة بتتكسر. بلاش نجرب نعمل طاقة جذب للشر، يعني بلاش طول ما انتوا قاعدين حد انت عرفتي يا سارة انها بتتضايق منك، بلاش تفكري فيها، فكري في ربنا وسبحي عشان تجلبي وتجذبي طاقه البركات بتاعت ربنا وسيدنا النبي، وصلوا على النبي واستغفروا. بالنسبه للحوت والقوس، الحوت والقوس العلاقه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله حلوه، طالما وهذا هو الشرط، طالما بتحترموا قوه بعض، لان انتوا قوه لا يستهان بها. القوس شخصية قوية، شخصية مستقلة، وشخصية محبة وعاشقة للاندفاعية وللحياة، متهورة أحيانا زي الحمل، لكن أنت شخصية سريعة الابتسام وسريعة الصفاء، شخصية محبوبة، اجتماعية، لذيذة، لطيفة، شخصية بتحب الحماسة والحيوية والشباب والقوة. دايما نلاقي القوس حتى وهم لو مش صغيرين ومش في سن الشباب، فهم روحهم أحلى من الشباب، يعني بنلاقيهم كده مزهزهين ومنعنشين، بيحبوا الضحك، بيحبوا يتفرجوا على حاجات حلوه، حاجات بعيده عن الهم والغم، حتى في اصعب الظروف بنلاقوهم واثقين في ربنا، بيقولوا هنعدي، بيقولوا احنا ربنا هيكرمنا، ربنا هيسدد ديننا، ربنا هيبارك في صحتنا وهيشفينا. يمكن ثقتكم في الله دي هي اللي منجياتكم يا كوس. بالنسبه للحيتان، اعرفي ان جوزك محمد ما شاء الله لو بيتقال له اسمه محمد، فهو باذن الله الفتره الجايه هيكون في وضع محمود جدا بين قرنائه، بين اخوانه، بين قرايبه، في تألقات وفي ازدهارات. بالنسبه للحيتان، النهارده اصلا القمر عنده 4 ايار مايو، فالحيتان السرطان توب 2 هو السرطان. برغم ان العقرب ليه تحذيرات كتيره الشهر ده، لكن النهارده اليوم جميل يا عقرب، والى حد ما بفضل الله زي الفل. يا فطومه يا اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي، منوره الدنيا كلها. حبيبه قلبي، اقفي في حته فيها شبكه ووطي التلفزيون. قولي سؤالك يا حبيبتي، اتفضلي. الو. اتفضلي قولي سؤالك. أنا عايزة أعرف برج طاقة عامة 25/5. طب يا حبيبة قلبي كل عام وأنت بخير، أنت يعني خلاص خلال يعني أيام في هذا الشهر وهتكوني أنت الجوزاء، هيكون عيد ميلادك. طبعا بصي
هنهدى خالص الشهر ده. يعني بصي يا روح قلبي، انت جوزائيه، لسانك حلو ولبقه ومتحدثه جيده، تنفعي طبعا في السلك الدبلوماسي، في البابليك ريليشن شيب، كبريزنتر اناونسر، كصحافه كمان. يعني انت فعلا فعلا ساحره بكلامك وبشكلك وبلبسك وبطريقتك، شيك و ابدا 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 غير مؤذيه على الاطلاق. بتتاذي وبتحقد عليكي وبيتم الغدر بيكي بابشع الطرق، بتثقي وتحطي ثقتك في اماكن ما ينفعش. يا فاطمه، ما ينفعش يا فاطمه، اديتي ثقتك والله كتير لناس غير اهل للثقه، فلا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. حد يا حبيبه قلبي يا فطومه، لان الجوزائيين بتقرصوا كتير قوي وبيتخدعوا كتير قوي، واللي في ايديهم مش ليه، يعني دايما الناس باصين للي في ايدك. يعني لو معاكي حاجه وكل الناس معاها نفس الحاجه الا الحاجه اللي انت معاكي، كله بيبقى باصص ليها وناظر ليها وحاسدك. يمكن من طيبتك زيادة عن اللزوم، يمكن لأنك ما بتحميش مساحتك الشخصية، يمكن لأنك مدخلة الناس زيادة عن اللزوم في حياتك. مش هنقول خبث، بس في ناس مش هنقول خبث ومش هنقول لؤمة، بس مكتمين قوي على مواضيعهم. تيجي تسألهم يقولك منين معناش. الجوزائيين لا، الجوزائيين لازم طبعا الجدعنة، وانك دايما انت اول واحده وعامله فيها يعني في منتهى الجدعنه. ده بيخلي الناس يطمعوا فيكي اكتر، عايزين ياكلوكي، عينهم في رزقك، عينهم في حياتك. حاولي تتكتمي على اسرارك ارجوكي، وبعيدي عن الافتخار. عندي ليكي خبر حلو قوي قوي يا فاطمه، باذن رب العالمين عندك انفراجه قويه جدا يوم 26 ايار بدخول جوبيتر، كوكب الحظوظ العظمى والكبرى عندك، كوكب الفرح، كوكب المرح، كوكب السعادة العظمى والتعويضات بإذن رب العالمين، كوكب البشارات ومفاتيح الفرج، كوكب فتح الطرق وفتح الرزق وفتح أبواب السعد العظمى. هيدخل عندك يوم 25 بقى 26 الفجر، يعني من أول 27 بأمر لآخر الشهر ده. هتلاقي أمورك بتتحسن، في استشفاءات، اللي مش ملفلفين ممكن عادي أبواب اللفلفة بقى تتفتح، الارتباط يا بنات والجواز، ونجهز فساتين الفرح. اللي عايزة تتخطب تدعي ربنا كتير قوي قوي، لأن بإذن رب العالمين ربنا بكون فيكون في لحظة، at the moment now، تلاقوا الدعوة استجابت اتنفذت. احنا بنتكلم بقى من ناحية الفلك، الوضع الفلكي بيقول لك الشهر ده خلينا سكة ودغري وصراحة. تحذيرات الأسود، تحذيرات العقارب، تحذيرات للجوزائيين، لو القوس انتبه على صحته مش هيبقى تحذيرات، لأنه في وضع التحذيرات. هناخده من التحذيرات هنوديه للانر بيس، يعني المنطقه الامنه، البشارات بعد كده في سته. طيب اللي هيكسروا الدنيا وداخلين بقلب قوي قوي، احنا دخلنا ايار خلاص، الترابيين يا جماعه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني حياتهم صاخبه، في فلوس، في ترقيات، في سفر، في نقله من مكان لمكان، في انفراجات، في بشارات. انتم مدغدغين الدنيا مش مكسرين الدنيا. اللي على راسهم التور، بعديهم الجديان، بعديهم العذراء، كل اموركم ابشروا. يا اهلا بيك يا استاذه ليلى. ازي حضرتك يا مدام زينة حمدي؟ حبيبه قلبي وروح قلبي، يا اهلا بيك يا احلى ليلى. اتفضلي التلفزيون عالي يا ليلى، وطي التلفزيون وقولي سؤالك حبيبتي. حاضر. اتفضلي وطي التلفزيون وقولي سؤالك. انا 29 9. انت تسع، الله، انا بحب قوي قوي شهر 9 وشهر 7 جدا بقى، جدا بقى. انت ميزان 6 و1. طب حبيبه قلبي انت ميزان، وجوزك اسمه ايه يا ليلى؟ اسمه عماد. عماد، الله، اسمه حلو. طيب بس عايزه اعرف بس حضرتك مدى التوافق اللي بينا. حاضر. قولي لي اليوم والشهر. لا استاذ عماد، دي اليوم والشهر. عماد 6 1. 6 1، يا ما شاء الله تبارك الله، 6 1، ده الجدي ده، الله اكبر عليه. ده بصي اوعي تزعليه، اوعي اوعي تزعلي، هو دايما اللي مش فاهمني. طب انا بقالي يعني انا بقالي كام حلقه يعني بقولها
ابوس دماغكم، ابعدوا عن الجدي. يعني الجدي ده جد وحاد وثابت وصلب وعقلاني وواقعي، يبقى لازم نصلي على النبي كده، ده تمخمخيله كده وتقعدي تعملي دماغ قبل ما تتعاملي معاه. الجديان لو اخدتي بالك منهم وعرفتي تتعاملي معاهم والله يبقوا خاتم في صباعك. ناس جدعين جدا، وناس عندهم مسؤوليه وبنفتقدهم وبيوحشونا، وناس وجودهم ليه قيمه، ولما بيغيبوا فعلا فعلا لو سافروا، لو اب مثلا جدي، لو اخ جدي، لو زوج جدي، فعلا فعلا بنفتقدهم، لانهم على قد ما هم جادين وحادين وعقلانيين وثابتين وراسخين وواقعيين، الا انهم بالحديه وكسر الخاطر احيانا وبيقولوا كلام دبش، لكن عندهم مميزات جميله جدا، ان هم اب فعلا فعلا بيحب المسؤوليه وبيحب يبقى متواجد وبيحب كده يعمل جو مفرح وجو مبهج وكريم وجدع، ويعني هو ليه قيمه، هو ليه فاليو، ليه القيمه بتاعته تغطي على العيب بتاعه، هو الحديه ان هو بيكسر خواطر، بيبكيكي ويكسر خاطرك وممكن يحرجك وممكن يقل من اللي قدامه، سواء بنته سواء زوجته سواء اخته سواء امه، يقل منها ويحرجها. ودي نقطه طبعا ده عيب خطير ما ينفعش، لان الاحترام يا جماعه احلى حاجه في الدنيا، الاحترام، الاحترام كل واحد يعرف حدوده يلتزم بيها. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بصي يا روح قلبي، هم الثلاثة اللي بيختلفوا مع الجديان بيبقوا الهوائيين، الموهوبين والمبدعين الدلو، وأيضا الميزان اللي هم بيحاولوا يوازنوا أنت بين عقلهم وبين قلبهم. أنت بالنسبة ليكي النهاردة القمر في بيت شغل 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 شغل، لأن القمر في الحوت، الحوت بالنسبة لك بيمثلك في بيتك الفلكي هو بيت الشغل، الشغل والحركة، وانتي مش فاضية خالص يا ليلى. النهاردة يمكن نكون غيرنا حاجة في ديكور الشقة، غيرنا حاجة في شكلنا، اشتغلنا، كان ما عندك لو انت شغالة في شركة كان عندك أوراق كتيرة جدا ومستندات لازم تخلص، لازم تخلص، كان عندك ستريس جامد. بالنسبة للتعامل لا، في خلافات جامدة جدا. الجديان بيختلفوا مع الميزان والجوزائيين والهوائيين عموما، يعني ميزان جوزائيين ودلو. الجديان يا جماعة ترابيين، الترابيين بيميلوا أكتر للمائيين، يعني هما كده الكيمياء بتاعتهم كده، الكيمياء تلاقوا الجديان والتور والعذراء بيندمجوا عقليا وفكريا ونفسيا مع الحيتان ومع العقارب ومع السرطان، بيندمجوا يعني بيلاقوا نفسهم، الكيمياء بتاعتهم في تواصل، في سهوله، بيبصوا لبعض، بيفهموا بعض بغمزه، تلاقيهم كده لو في جروب او عيله قاعدين هتلاقي العقارب مع العذراء او الحيتان او السرطان او حيتان او عقارب، دولت المائيين بيندمجوا مع الثلاثه الترابيين، يعني طور ويعني جديان ويعني عذراء، بنلاقيهم بيغمزوا لبعض خلاص الموضوع اتفهم، يعني لو في حد بيتكلم بيوش كده وبيدش في اي كلام هي بسطه، بس بيبصوا لبعض بسطه او بيغمزوا لبعض تلاقيهم قاموا مره واحده مشيوا، فهموا بعض ان لا الموضوع اوكي، الموضوع جيد، غمزوا لبعض، بتلاقيهم مثلا لو في حد بيقترح مشروع او جمعيه او فور اكزامبل حاجه كده بيغمزوا لبعض خلاص هتلاقي المجموعه كلها دخلت. كيميائيا بيندمجوا مع بعض وبيتفقوا مع بعض. انت وجوزك في خلافات، لان الميزان والجدي، الميزان برج الحيويه والحريه والانطلاقه والدبلوماسيه والشياكه والسنيات والاحلى حاجه، ما بيحبوش الاسئله ابدا 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 الكتير. الجديان جادين وحادين، الميزان احيانا بيبقى خلقه ضيق على الجدي، الجدي ممكن يحرجك ممكن، بس في الاخر هو بيحبك قوي قوي قوي، لكن في خلافات كتيره. الهوائيين لو فهموا طبيعه الترابيين هيبقوا خواتم في صباعهم، والترابيين لو فهموا طبيعه الهوائيين هيبقوا الهوائيين خاتم في صباعهم. المشكله ان الهوائي بيفضل هوائي وبيفضل عاوز يبقى حر في الحياه ومش عاوز اسئله كتير ومش عاوز اختراق لحدوده الشخصيه. ايضا الترابيين القوه والقياده، وانا يعني هو دايما شايف نفسه انا القائد انا القائد انا القائد، فما بيحبش حد يتني له كلمه، ما بيحبش المناقشات لو مش على مزاجه ومش على كيفه، فبيحصل من هذا سوء التفاهم او سوء الفهم، الميس اندرستاندينج، نوت مور نوت لس، لازم نهدى، لازم نتكلم بشياكه، لازم نقول اللي احنا عايزينه بطريقه لطيفه لطيفه لطيفه، ما يبقاش فيها ستريس، ما نحسسش اللي قدامنا ان احنا بنتامر عليه، لا عشان ناخد عيون الجديان لازم نستسمحه،
نستلطفه، نتعامل بطريقه فيها ود ولطف ورحمه. هتاخدي عينه والله العظيم، لان الجديان هو عماد جوزك جدي، لو عرفتي تتعاملي معه صح. اما ينفعل او يحصل طاقه استفزاز سيبيه وقومي، ادخلي الاوضه ترديش عليه، اعملي له الكافيه اللي بيحبه. هما الجديان عموما بيحب، معظمهم بيحبوا القهوه، قومي اعملي له كوبايه قهوه، بلاش نسكافيه لان هو بيحفز والعياذ بالله الخلايا السرطانيه في الجسم. ابعدوا عن النسكافيه على قد ما تقدروا ارجوكوا. انا عارفه ان معظم اللي بيتفرجوا عليا بيحبوا النسكافيه، بلاش نسكافيه يا جماعه لانه بيحفز الخلايا السرطانيه. ابعدوا عنه، خليكوا في القهوه العاديه. اعملي له قهوه، اعملي له اكله بيحبها، غيري في ديكور الشقه، غيري في شكلك. الجديان بيحبوا دايما الشكل المتجدد، الريحه الحلوه، البرفانات، بيحب دايما الست الودوده، الانثى الحيه اللي بتستحي، اللي بتتكسف، اللي عندها عفه كده. العفه يا جماعه مش عفه جسديه بس ما اقصدهاش، انا اقصد العفه فور توتالي، يعني عفه لسانك يبقى عفيف، يبقى فكرك عفيف، يبقى جسمنا عفيف، يبقى كل حاجه عفيفه. هتؤثريه فعلا لان الجدي بيحب وبيؤثر من المراه الانثى اللي بتسمع الكلام اللطيفه الودوده، هتكسبي قلبه، هيديكي عينه. لكن لو استرجلنا بقى، لو كل واحده بقى قالت لا وسوبر سترونج اندبندنت وومن والكلام الفاضي ده، وانا ارد الكلمه بكلمتها وانا علي صوتي، هتخسريه للابد. فنحاول يا جماعه نتعامل بذكاء خارق. هنقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبته واحبته ونحن منهم الى يوم الدين. يا جماعه يا جماعه لازم نبخر طول الوقت، نبخر بيوتنا ونبخر حياتنا. يا أستاذة إيمان نبخر كل حاجة. وفي النهاردة أخبار في أوراق الطاروت تجنن ليكوا كلكوا ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أهلا بيك يا أستاذة إيمان. أهلا وسهلا. أهلا أهلا بحضرتك. اتفضلي لو سمحت يا دكتورة. اتفضلي يا حبيبة قلبي. بصي أنا تاريخ ميلادي يعني من فترة من زمان، أنا سني 60 سنة. ربنا يديك الصحة، حسيتك حلو صغير. أنتِ 3/12؟ دلوقتي ما بعمل شهادة أو بعمل أي حاجة بيبقى خطوبة 22/12، فأنا مش عارفة بصراحة. يعني أنتِ 3/12 هتكوني القوس. أنتِ 3/12 القوس. خلاص، والتاني ايه بقى؟ قولي لي التاريخ التاني يا استاذه ايمان. التاريخ التاني اللي هو الوقت المكتوب في البطاقه 22/12. يعني جدي. طيب بصي يا حبيبه قلبي، صلي على النبي. هو طبعا طبعا يعني فرقت يوم، بس فرقت حاجات اوضاع فلكيه كامله. الجديان انت لو جدي، انت ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم بارك، هتكسري الدنيا، عندك انفراجه رهيبه. انا هقول لك وانت هتعرفي انت كوس ولا جديان. لو انت كوس، انت كان عندك الفتره اللي فاتت تعب نفسي وصحي، والتعب النفسي والصحي معاكي التحذيرات حتى شهر ايار مايو. لو خدتي بالك وانتبهتي من صحتك كويس قوي، وعالجتي الامراض اللي عندك او اللي بتشعروا بيها او اللي بدات في الظهور، قاومتيها وحميتي نفسك وحافظتي على نفسك، راعيتي نفسك. القوس طبعا التحذير بتاعه هينتهي وهيبقى في المنطقه الامنه، مش هنقول عنده بشاره بس هنقول في المنطقه الامنه الانر بيس. الجديان بقى تعبوا قوي قوي، بقى لهم 30 سنه متمرمطين يا استاذه يا حاجه ايمان. بقى لهم 30 سنه بلوتو كان عندهم امراض ودخول عمليات وفض شراكات طلاق، وكان عنده عدم شمل عدم لم شمل، كان عنده عدم استقرار، كان عنده طلاق، كان عنده امراض، كان عنده ديون، كان عنده لخبطه، كان عنده بيوت اعداء اعداء اعداء، حقد وغل وضغينه وغدر وخذلان، وطاقه من الخذلان، طاقه من العداوة، طاقة من الوحيشة والداون والدبريشن ونيجاتيف انرجي. الفترة اللي جاية كلها البشارات مكسرين الدنيا في شهر 5. فانتي لو جدي هتبقي مريتي فترة صعبة 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 اللي فاتت. البشارات كلها اللي جاية قوية جدا جدا للجديان، على رأسهم الثور ثم الجديان ثم العذراء اللي بيسعوا للمثاليه. طيب الحل ايه؟ الحل انك انت هتعرفي دلوقتي هل انت 3/12 قوس ولا 22/12 يعني جدي. الجديان ابشري اخبارك كلها حلوه. القوس بكره انت مكسره الدنيا، لو انت قوس لو النهارده انت مكسره الدنيا. لو انت لو قوس بكره الحملان القمر عندهم، يعني الاسود هيكسروا الدنيا بكره.
يعني الحملان مقصرين الدنيا بكره، يعني القوس ايضا هينوبهم من الحب جانب لانكم ثلاثه ناريين، مثلث النار القوس والحملان وطبعا القوس والحملان والاسود. بكره الاسود هيكسروا الدنيا ان شاء الله باذن المولى عز وجل، وايضا القوس وايضا الحملان لان القمر عنده اصلا الحملان. فانت هتحسي بتحسن ايجابي واستشفائي وانفراجة في هدايا هتجيلك، في اخبار حلوه هتسمعيها. لكن النهارده يعني في نقول بسم الله الحفيظ الحافظ على كل اجهزتنا الكهربائيه، يا رب استودعك كل اجهزتي الكهربائيه، لان النهارده لو القوس ما خدش باله احتمال يكون في تضرر او تلف لبعض الاجهزه الكهربائيه، ممكن يكون كسر موبايل، ممكن يكون كسر شاشه، ممكن يكون الميكروويفات لا قدر الله، البوتاجاز، الثلاجه، الغساله. نحافظ يا جماعه ونلتزم، نلتزم ونتريث. لو انت بقى جدي فانت ابشري لان الطور مكسر الدنيا. يعني الزهرة أصلا كوكب العاطفة والشخصنة والعلاقات الشخصية والحب والعواطف، موجودة عند الطور صديق ليكي لو انت جدي، لو انت 22-12 ففي ارتباط وفي عواطف حلوة وفي أخبار سعيدة إن شاء الله بإذن الله. أيوة يا أستاذ دياب معاك. لمدينة مرسي بالأندلس. الأندلس أو يعني كل الشكر طبعا لمخرجنا المحترم الأستاذ دياب على أنت فيري هيلبر يعني الأستاذ دياب. أستاذ دياب طبعا لنا أعرفه برج الثور، طبعا أنت هتكسر الدنيا النهاردة. بيقول لحضرتك طبعا زوجة الأستاذ مرسي، معنى كلمة مرسي هو اسمه أصلا أندلسي عربي منسوب لمدينة مرسية بالأندلسية، معناه الثابت أو الجبل، فهو اسم بيدي قوة وشموخ ووجاهة. فأبشري اسم قوي جدا وطاقته قوية جدا، بس لو بيتقال له يا مرسي، لو بيتقال له يا مرسي. يا أمل، إيه الأسماء الحلوة دي؟ يا مساء الأمل، يا أمل مساء العسل عليك. الحمد لله، وانت بألف خير وسعادة حبيبتي. اتفضلي قولي سؤالك. ما تهربش منك أبدا بعد إذن 25-2. 25-2 عايزة طاقة عامة ولا بتسألي عن إيه بالظبط؟ عن الصحة نفسية حبيبة قلبي. انت 25-2؟ الله اكبر، اللهم صل على نبي امل. والله العظيم ابشري يا امل، انت حوت النهارده يا حبيبة قلبي، انت في انفراجة وفي خير النهارده باذن الله ان شاء الله. 4 ايار مايو، انت الشهر ده جميل قوي قوي قوي، ابشري والله يا امل. الحيتان الشهر ده الله اكبر، اللهم بارك، عندهم انفراجات وعندهم اخبار حلوه ومكسرين الدنيا وهتاخدوا نصيب الاسد. انتوا الحظوظ ليكوا شهر 5، انتوا مشعشعين ومنورين، انتوا والطور والجديان والعذراء الاكبر الحظوظ ليكوا. التحذيرات طبعا بعيد عنكم خالص، لو تعرفوا حد جوزائيين اللي عندهم تحذيرات لازم يخلوا بالهم، يستعينوا بالله، يسبحوا كتير، يصلوا كتير. الاسود عندهم تحذيرات الشهر ده لازم ياخدوا بالهم، يهدئوا من روعهم لان الفتره الجايه بإذن الله للأسود عندهم تحقق آمال وإنجازات وتطورات وعندهم أخبار مفرحة. أنا بسألك سؤال كمان معلش. اتفضلي طبعا. ما تحرمش منك. اتفضلي. الحالة النفسية يعني ببقى مخنوقة على طول. أيوه. أنا بقرب من ربنا والله الحمد لله بس مش عارف. الله أكبر، الله أكبر. بصي يا روح قلبي، الحالة النفسية لازم يا أمل نقتنع يا حبيبة قلبي إن إحنا مش جايين الدنيا دي ناكل آيس كريم ونمشي. أنت ربنا عز وجل اللي خلقنا ومعاه الكونفجريشنز بتاعتنا قايل يا فيما معناها بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، فيما معناها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. وآية تانية في آية تانية فيما معناها ولقد خلقنا الإنسان في كبد. الدنيا يا جماعة المتعة والراحة والسعادة الكاملة والله مش في الدنيا إلا في الصلاة وفي العبادة، السعادة الكاملة في الجنة فوق في المدينة الفاضلة. إحنا هنا في الدنيا مفيش سعادة كاملة، اللي خلفت عيالها مزهقينها، اللي نفسها تخلف قاعدة مكتئبة وحزينة، ما تحمدي ربنا، ما يمكن كان جالك عيل يقرفك
ولا عيل معاق انت مش قد الاعاقه بتاعته، ربنا رحمك من ابتلاء. اللي مش متجوزه قاعده تمضي بحظها ونفسها تتجوز، واللي متجوزه زهقت من تحكمات جوزها واسئلته كتير في الرايحه والجايه وخنقته ليها. مفيش حد سعيد، محدش راضي. السعاده الكامله مع ربنا، لان الشيطان يا امل اقسم بعزه جلال الله قسم عظيم وهو خارج من الجنه، قال له عزتك وجلالك لا تجدن اكثرهم شاكرين، وعزتك وجلالك لا تجدن اكثرهم شاكرين. اقسم بده، اقسم انه هيجي للي مخلفه ويزهقها في عيالها، هيجي للمتجوزه ويكرهها في جوزها، هيجي للي لسه ما اتجوزتش يخليها تنضب حظها وتحسد اللي متجوزين وهم اصلا زهقانين، هيجي للي خارجه ومبسوطه يقول لها لا بس في خروجه تانية احلى، وفي بدل بالعربيه في بالطياره وفي بالصاروخ، هيفضل يزهق فينا. ايه الحل يا امل للسعاده؟ ان احنا نبقى سعداء والله والله مع ربنا. المفتاح في صلاه الفجر. عايزين يا جماعه نبدا يومنا بطاقه وفايبس في منتهى الجمال والروعه وسعه الارزاق واستشفاءات، انتوا في ذمه الله والله العظيم بصلاه الفجر. يبقى اول حاجه صلاه الفجر. لو عندنا يا امل انت حوت، انت اخبارك كلها سعيده وعندك بشارات قويه جدا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انت يا امل احلامك بتتحقق، انت يا امل مائيه شفافه، بتكشفي اللي قدامك بسرعه، ذكيه جدا، عندك فراسه. لو حد عايز يضحك عليكي كده او يتخابس بتهرشيه بسرعه، بتكشفيه بسرعه، بتكشفي ورقه بسرعه، بتحرقي ورقه بسرعه. بالنسبه ليكي يا حوت، طبعا بس انا قلت لك ان انت من ملوك شهر مايو ايار، انت والجديان والتيران وايضا العذراء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب عايزين بقى ايه؟ الحملان يا جماعه النهارده عندهم ايه؟ مش هقول تحذير بس النهارده موتهم مش الطف حاجه الحملان، بسبب بقى طاقه غدر او طاقه خذلان، او ممكن يكون حد يعني خذلكوا او ما كنتوش قد يعني، كان عندكم طاقه استفزاز النهارده يا حملان، وطاقه كده من الاندفاعيه وفي نفس الوقت ايه اندفاعيه في الرد، لكن في الشغل انتوا كان النهارده داون وديبريشن كده عندكم، عايزين تناموا مش عايزين تروحوا الشغل، ولو رحتوا عايزين تتخانقوا مع دبان وشكوا. اهدوا شويه حملان لان بكره انتم مكسرين الدنيا، النهارده الفجر بامر الله الامر داخل لكم، المقاييس كلها هتتغير وهتتقلب لصالحكم انتوا والاسود بعون الله والقوس. النهارده الاسد هنقول في الانر بيس، هنقول الاسود ما شاء الله تبارك الله هم طموحين جدا ولذاذ جدا وكل حاجه، بس النهارده استثناء اليوم يا اسد. النهارده اليوم عندك حلو وبكره عندك هيكون احلى من النهارده يا اسد. النهارده اليوم كان كويس لان الشهر ده يعني مش بحب اقول بنحذركم يا اسود، مع الجوزائيين لكم تحذيرات يا جوزائيين، مع العقارب لكم تحذيرات يا عقارب. الشهر ده مضغوط الا النهارده وباستثناء النهارده وبكره، لان العقرب الحوت حبيب قلبه صديق الصدوق الضلع الثاني في مثلث المائيين، الحوت القمر عنده فبيعكس على العقرب وبيعكس على السرطان. طب وبكره؟ بكره يوم الناريين، بكره يوم القوس ويوم الحملان اولا ثم الاسود ثانيا ثم القوس ثالثا. لو القوس الشهر ده انتبع على صحته، التحذيرات هنشيله من قائمة المحظورين او اللي عليهم تحذيرات ونحطهم في منطقة الانر بيس. بعد كده يعني الامنة او اللي هم ما عندهمش بوم بوم فرقعت بشارات ولا عندهم تحذيرات قوية، بعد كده بإذن المولى عز وجل شهر ستة هتكسروا الدنيا يا قوس، لان في تعويضات وانفراجات واخبار زي العسل النحل، هتفرح قلبكو، هتسعد حياتكو، هيبقى عندكو اللي نفسه يحمل بأمر الله، هيكون في خصوبة وحمل، هيكون في أبواب من دلوقتي اتفتحت خلاص يا جماعه، اللي عاوز يسافر، عاوز يغير جو، يغير مود، يروح البحر، ابواب السفر دلوقتي بالنسبه للقوس او للاسود، الاسود باب السفر مفتوح يعني على مصراعيه، يعني الوضع الفلكي بيقول لكم سافروا غيروا جو، انتعشوا، استمتعوا بالبحر، استمتعوا يا جماعه المأكولات البحريه بتعدل المزاج جدا والمود وبتعالج الدبريشن، يعني اتس ذا بيرفكت انتي ديبريشن، يعني بيرفكت الاوميجا 3، يعني هنروح لسمك الماكريل. عايزين بقى نعدل مزاجنا ومودنا كده ونعلي بقى استعاده، عندنا هرمون سيرتونين ودوبامين بقى ومنطلقين، يبقى علينا وعلى البسارية، السردين، العين الجمل، الكافيهات، نشرب بقى كافيه. يا استاذه رانيا يا اهلا وسهلا، والعين أهلا الجمل. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك يا روح قلبي، احلى رانيا. بفضل الله الحمد والشكر لله زي الفل. انا بحب الجو على فكره. حبك الله الذي احببتني فيه يا روح قلبي. اتفضلي قولي سؤالك.
انا بص، في ايام العيد لما كنت بحضر حلقه ليكاي كان نفس اللي انت حكيتيه بينطبق عليا بالظبط. يا رب كل الخير يا رب، وسعادة، واشوفك اسعد خلق الله. قولي امين. ونفس اللهم امين. الكلام اللي انت كنت قايلاه اني سلايفي ومش عارفاه والغير، انا برج الميزان 25/9. انتي 25/9 كام؟ ايوه يا حبيبتي، خمسة. ميزان يا حبيبتي، الله اكبر، ميزان 25/9. ايوه. ايوه النهارده وجوزي عندك شغل كتير. 14/7. جوزك 14/7، الله، يعني الشهر ده الاقرب الى قلبي، هو شهر 7 و9. ايوه، هتسالي عن حاجه عامه، هو سرطان، الله اكبر، اللهم صل على النبي. اخباره حلوه حلوه حلوه. هو انا عايز اسال على التنين، على الميزان وعلى السرطان، ان هم يعني كويسين مع بعض ولا فين بيبقى في بينهم مشاكل؟ دي اول سؤال. وثاني سؤال عايز اسال، ان انا برضو زي ما قلت لك الفتره اللي فاتت لما انت حكيتي كانت حالتي النفسيه حلوه، وكان كل الكلام انت كنت قايلاه حلو وكان حصل معايا بالظبط. ايوه ليه فتره بس كده حاسه بخمول، ايوه حاسه بكسل شويه، ايوه وحاسه ايوه ان انا مش لاقي نفسي لاي مثلا اقوم اعمل حاجه في الشقه او القمر عامل تربيع مع برجك. بصي يا رانيا، الميزان عموما شخصيه هوائيه، الشخص الهوائي مع السرطان الهادي المائي الراسخ الثابت العقلاني الواضح، احيانا بيحصل ميس اندر ستاند، سوء تفاهم بينك وبين، هو اسمه ايه يا استاذه رانيا؟ هو زوجك. اسمه عبد الرحيم. الله، اسمه حلو قوي وطاقته جميله يا رانيا، اللهم صل الله على النبي. يخليك. بصي يا، بصي يا رانيا، دلوقتي هو ايوه الشهر ده، الله اكبر، اللهم صل على النبي، في تعويضات جامده قوي 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 بعد عذاب لبرج السرطان، فانت هتلاقي امور جوزك حلوه قوي قوي قوي. انت بعدي، انت حظوظك اقل منه شويه، لكن بالاستعانه بالله هتجلبي كل طاقات السعد والاخبار الحلوه. رانيا تابعينا من التلفزيون يا روح قلبي. بصي يا رانيا، هو انت يا رانيا الميزان شويه هنقول ايه، متجدد ومتطور وغير ثابت، لانك هوائيه وبتحاولي توازني بين عقلك وبين قلبك، لانك برج الميزان، دايما الميزان الكفتين بتاعت قلبه وعقله، هو بيحاول يوازن، بيحاول على قد ما يقدر يجاهد، لان هو هوائي ومنطلق ودبلوماسي وشيك وفخم، وبيحب الدبلوماسيه وبيحب الانطلاقه. بالنسبه للسرطان ما بيتفهمكيش قوي يا جماعه، هو ربنا خلق الراجل غير الست، جسمه، تركيبة جسمه غير تركيبة جسمنا، جسم الراجل غير جسم الست، عقل الراجل غير عقل الست، تفكير الراجل غير تفكير الست. لو التمسنا البعض الأعذار، نروح كده بقى عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والله العظيم زي ما سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لو رحنا كده لسيدنا النبي قال: التمس لأخيك 70 عذر، أنا ما طلبتش منك يا رانيا 70 عذر تلتمسيه لأستاذ عبد الرحيم، ولا طلبت منه يلتمس لك 70 عذر، أنا قلت عذر واحد بس، إن احنا نقدر إن احنا مختلفين، احنا كائنين مختلفين عن بعض، الراجل غير الست، جسما وشكلا وفكريا وكل حاجة، الراجل كائن غير كائن الست، لازم نلتمس ونستوعب ونعذر بعض. الراجل بيحب الكلام القليل، ما بيحبش الدش والوش، الراجل بيحب جمع الكلام الاختصارات، الراجل بيحب السكة والدغري، اهتم بيا، جيب لي ورد، انا بحبك، قول لي بحبك، خرجني، فسحني، صفرني، مش نتقمص ونلوي بوزنا وندخل الأوضة نفضل نعيط ونبكي على الأطلال، لأ، لم نختار نتصيد الوقت الجميل، الوقت اللي الراجل مزاجه رايق، قابض، جات له علاوة، اترقى، جاله فلوس، نجح في مشروع، أخبار كده مفرحة ومبهجة ومزاجه عالي ورايق، ندخل بقى. يا حبيبي أنت ما بقتش تقول لي كلام حلو، قول لي كلام حلو بقى، إيه بقى، أنت نسيتني ولا إيه؟ كده اطلبي، اطلبي منه، اطلبي، لان الراجل احيانا بيبقى مش هنقول مش مركز، احيانا بيبقى دماغه فيها 1500 حاجه تانية، شغله ومديره اللي قرفه ولا خصم له ولا اترفد من شغله ولا رايح شغلانه تانية ولا شغال شيفتين علشان يكفي احتياجاتك واحتياجات البيت. فالراجل لازم يتعامل بطريقه معينه يا رانيا، لازم نقلل كلامنا، نقلل اتصالاتنا، نبقى شيك نضاف، ريحتنا حلوه على طول قدامه، بنهتم بيه، بس الاهتمام اللطيف، لان المكالمات الكتير بتزهق، الاهتمام الزياده بيزهق. رحت لحد قعدت معاه وهو بيشرب بالكوبايه الشاي، هو نص معلقه سكر، نص مش اكتر، رحنا بقى من جدعانتنا وكرمنا، انا بديكوا فور اكزامبل نوت مور نوت لس، ده مثال يا جماعه، من كرامكم وشهامتكم هو بيحبها بنص معلقه بس،
رحت انتوا من جد عنيتكم حطيتوا 6 معالق سكر مش هيشربها، والله ما هيشربها. يا جماعه انتوا بتطفحوه كده، بتطفحوه. اهو الاهتمام نفس الموضوع. في راجل بيحب لما يتصل ما ترديش على طول، هو بيحب كده يستمتع كده بالذل. هو في رجاله بيحبوا كده يستمتعوا بالذل، ان مراته تقعد مده على ما ترد مثلا لحد نهايه الرنه، او مش كل شويه تتصل بيه، او مش كل شويه تزن عليه وتساله، او مش كل شويه تطلب منه طلبات 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 وش. في راجل بيحب الست الرزينه العقله التقيله في نفسها. فالبرج السرطان برج مائي، ما بيحبش ان احنا نكلمه كتير ولا نهتم زياده عن اللزوم قوي بيه، بيتخنق لان هو برج الغيره والشك. بيحب التوسطيه، المنطقه اللي هي الامنه، الانر بيس. نهتم بيه بحدود، نسال عليه بحدود، ما نتدخلش في اللي ملناش فيه. هو بيحب اهله زياده عن اللزوم، ما نجيبش سيره اهله بحاجه وحشه، لكن نجيبها بطريقه لطيفه في مود حلو في قعده حلوه. نقول له والله بس اختك او سلفتي مثلا يعني اتكلمت معايا بطريقه يعني انا والله اتحركت، انا عارفه ان هي ما تقصدش وعارفه ان هي قلبها طيب جدا وبتحبني وكل حاجه، بس ايه يعني هي ما خدتش بالها ان الكلمه يعني جرحتني شويه او ضايقتني، انا عارفه ان هي ما تقصدش، بس انت بقى جيبها لها بطريقه يعني ان هي ما تقولها ليش تاني. ممكن حياتنا تبقى اجمل حياه لو خدناها بسلاسه، لو التمسنا لبعض الاعذار، طولنا بالنا، صبرنا. يا جماعه الصبر، الفرق بين اللي خد المركز الاول والميداليه الذهبيه واللي خد الميداليه النحاسيه او الفضيه مجرد صبر، ان الاول صبر اكتر من دوده. الصابرين بخير، الصابرين في ذمه الله، الصابرين هم الفائزين، اللي بيلتمسوا الاعذار، اللي دايما قلبهم نظيف. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا والله العظيم. يا جماعه من جاء الله ومن اتى الله بقلب سليم، القلب السليم اللي ما فيهوش ضغينه، اللي ما بنفش على بعض. اهلا بيك يا استاذه امل. يا اهلا وسهلا. الو. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايوه سمعتي. الو. اتفضلي. اتفضلي يا امل، اهلا بيكي حبيبتي. انا طالبه 15/5. لا علي صوتك واطي التلفزيون. انا معاكي يا امل. انا بعيد عن التلفزيون. اتفضلي يا حبيبتي. 15/5. انت 15/5 طالبه. يا روحي كل سنه وانت طيبه يا امل. كل سنه وانت طيبه. كنت طيبه حبيبه قلبي. يعني انت الله اكبر، نبي حرصك وصينك. انت برج الثور يعني. ما شاء الله عليك، اللهم صل على النبي. انت من المحظوظين في شهر 5 ايار باذن الله، امورك هتتصلح. انت يا بنتي انت مرتبطه ولا ايه يا امل؟ لا انا طالبه. طالبه في سنه كام؟ ثالثه اعدادي. طيب يا حبيبتي انت يعني بصي، عايزه اقول لك ان شاء الله باذن الله عندك توفيقات، بس انا هديكي بقى هديه دلوقتي على الهوا هتكتبيها معايا علشان تجيبي اعلى الدرجات في المذاكره. بصي يا روح قلبي، انا هتكلم بصوت واطي، حاولي تسجلي لهذا الفيديو او ارجعي على اليوتيوب هتلاقيه موجود. هتقولي بسم الله الرحمن الرحيم عشان تجيبي اعلى الدرجات. اللهم اني قبل المذاكره، اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبتي وأحبتي ونحن منهم إلى يوم الدين. عندك انفراجة يا أمل، عندك تيسيرات يا أمل، إن شاء الله بإذن الله لو طالبة هتحصلي على درجات حلوة جدا. الوضع الفلكي بيدعمك لأن في إنجازات وفي تطورات وفي أخبار مفرحة وتفرح قلبك. يعني انت في سماع اخبار هتفرح قلبك وهتسعد قلبك، انت والجديان باذن الله والعذراء. والعذراء ايوه، انت والعذراء، التيران والجديان والعذراء، الثلاثه عندهم اخبار مفرحه. انتوا من نجوم شهر 5، انتوا عندكم تعويضات، عندكم انفراجات، عندكم انتصارات، منتصرين على الكائدين وعلى العدو، الاعداء بتوعكم او اللي ظلموكم او اللي عيطوكم او اللي بكوكم، او لو واحده صاحبتك خانتك او غدرت بيكي او ضايقتك، او حد مثلا قال عليكي كلمه مش لطيفه ضايقك احرجك، الناس دي انت هتنتصري عليهم. عندك انفراجات وعندك اخبار حلوه، الوضع الفلكي داعم قوي 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 يا امل. الله اكبر. طيب احنا يا جماعه كده اتكلمنا عن مواليد برج الحملان خلاص. التحذيرات قلت لكم يا حملان، انتوا باذن الله عندكم بكره القمر، عندكم مساعدات الهيه بالايس سوردز، يعني انتوا عندكم مساعدات الهيه. ربنا والله العظيم
بيفرحكم ومجهز لكم فرحه، ربنا اكرم من سئل واجود من اعطى، طول الوقت عمال يطبطب ويحنن، الدنيا تكسر بخاطرنا ربنا يكبر بخاطرنا، الدنيا تضيق علينا ربنا لو صلينا الفجر ولما بنسبح ولما بنقيم الليل. يا جماعه قيام الليل السحر ده اللي بيفك الاسحار، يا جماعه قيام الليل يا جماعه لو ركعتين اقسم بالله يا جماعه ده اللي بينور التربه، التربه ضلمه جدا اللي بينورها صلاه قيام الليل والفجر، بتكونوا في ذمه الله وبتفك الاعمال ورزقكم والله العظيم بيوسع. اقسم يعني جربوا 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 يوم كده اسمعوا اذان الفجر، اللي ما بيصليش هيصحى مغموم ومهموم ويومه مقفول، مش عاوز يقوم اصلا من على السرير وصاحي عاوز يتخانق مع دبان وشه. اللي بيقوم يتوضى وياخد شاور ويصلي الفجر يومه بيفتح. في ناس بتبدا يومها بقضاء حاجه ركعتين بتاخد بالظبط 30 ثانيه، وركعتين سنه الفجر بالنيابه عنه وعن امه محمد اجمعين واخواته اللي ماتوا او اي قرايب ماتوا، وبعد كده يصلوا الفجر. يا جماعه النظام ده انتوا بتتحاسبوا على كل واحد بتاخدوا عليه حسنه، فطاقه رهيبه. هنروح لفاصل مشاهدينا الكرام ونرجع لكم، خليكم معانا.
بصي بكره انت مكسره الدنيا يا نوران، النهارده خدي بالك من حاجتك بليز عشان مودك النهارده مش الطف حاجه. بكره حلوه قوي قوي والله، علشان بكره القمر عند اخوك الحمل. يلا بينا. يا مساء البهجة والسعادة، ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وبنستكمل حلقتنا القوية جدا بالبشارات الجديدة والوضع الفلكي المبشر والقوي لبعض الأبراج، وأيضا مش هنقول محذر بس هنقول ناخد بالنا وننتبه للبعض الآخر. يا أهلا وسهلا أستاذ إسلام. أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيك. ممكن أعبر عن برجي أنا إن شاء الله؟ طبعا طبعا، اتفضل قولي اليوم والشهر. 10/7/1992. 10/7، لا هو اليوم والشهر بس، أنت بتسأل على طاقة عامة ولا بخصوص إيه بالظبط؟ لا طاقة عامة كاملة. الله أكبر، أنت سرطان يا إسلام، اللهم صل على النبي. الوضع الفلكي هايل جدا. بص صلي على النبي، هو اسمك الأول يا إسلام يعني من غير دلع، من غير ما حد يدلعك، قرايبك، زوجتك، أختك، مامتك، لا إسلام بيتقال يا إسلام. طاقة الإسلام وطاقة السلام والأمن والأمان والإطمئنان. ما فينا يخرج من فينا، يعني دايما الطاقة اللي بنخرجها هي دي اللي بتحدث. اسم إسلام طاقته حلوة قوي 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 ومبشرة جدا وطاقة جميلة ليك. بالنسبة يا إسلام لبرج السرطان، اللهم صل على النبي. النهاردة اليوم كان رائع جدا مع مواليد برج الحوت، وهم أخذوا نصيب الأسد من الحصاد. بكرة بقى الأسد هياخد نصيب الأسد، لأن القمر هيكون بالحمل والقوس كمان هيتأثر، لأن بكرة الناريين هيتألقوا. النهاردة بقى كان يوم المائيين، على رأسهم الحوت وبعد الحوت السرطان، ثالث واحد النصيب الأصغر راح للعقرب النهاردة. طيب بالنسبة للقمر لما بيبقى موجود عند الحوت، أنت بتلاقي نفسيتك أحلى يا إسلام، بنلاقي امورك المعصلجه او المكلكعه او اللي كان فيها عطل ووقفه حال بتبتدي تنفرج. ابشر يا اسلام، لان شهر 5 الوضع الفلكي باذن المولى عز وجل داعم لك بقوه. العطلات ووقف الحال وبيت العقارب وبيت مش العقارب البرج، بيت الاعداء هيبتدوا يهدوا، هيبتدي تنتصر، هيبتدي في بشارات، في اخبار حلوه. انت الشهر ده الوضع الفلكي سبحان الله لا اقسم بمواقع النجوم، الوضع الكوكبي والوضع النجمي بالنسبه لك انت يا اسلام قوي جدا 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 ومبشر ليك وللترابيين على راسهم الجديان، بعديهم التور وبعديه التور الجدي وبعد الجدي العذراء. يعني انتوا هتبقوا من ملوك شهر ايار مايو. الظروف بتتحسن، الامور الطف، في تعويضات، في تعويضات من عسر حصل والم نفسي وكسره خاطر وجيعه، كل دي انا عارفه ان السرطان اتبهدل الفتره اللي فاتت. تابعنا يا اسلام من خلال التلفزيون. السرطان يا استاذ اسلام وكل اللي بيشاهدونا، يعني الفتره الاخيره كان عنده مشاكل مع زوجته، لو متجوز كان عنده مشاكل في شغله، يمكن بيصرف اكتر ما بياخد، يمكن طموحه معدي اللي هو فيه دلوقتي. يعني هو زي مثلا بيقبض 2000 3000 5000 10000، هو عاوز يصرف قصادهم 100000 في الشهر. طب وبعدين يبقى الوضع الفلكي عندك طموحك اكبر من الامكانيه اللي احنا موجودين فيها. الفتره الجايه فتره مبشره، فتره فيها انفراجات، احتمال باذن الله يكون في سفر، ابواب السفر بامر الله هتتفتح. الانفراجه بتاعه وضع الكوكبي لشهر ايار مايو مبشره، في اخبار مفرحه تفرح قلبك انت والجديان والتور الاول وبعدين الجديان وبعدين العذراء. في ولادات للي عاوز، للي متجوز وعاوز ولاده لزوجته، باذن الله هيبقى في حمله، هيبقى في خصوبه لو هي مواليد برج تور او جدي او عذراء او سرطان، ملوك شهر ايار مايو. طبعا هرجع تاني واقول يا اسود هنهدى شويه الشهر ده،
تحذيرات رايحه للجوزائيين، يهدوا شويه الشهر ده، اخر الشهر كوكب الحظ الاكبر هيخش لكم يا جوزائيين، فامسكوا يعني اهدوا شويه لحد ايه نصبر، لان الدنيا مش هنقول معصلجه، الوضع مش الطف حاجه، بتصرفوا كتير قوي قوي قوي، بتصرفوا مصاريف رهيبه وعندكم طموحات وعايزين تكسروا الدنيا، لكن الوضع مش مساعد قوي، مش مساهم قوي، فهنهدى شويه يا جوزائيين، هنهدى شويه يا عقارب. اكبر الشهور، اكتر شهر مضغوطين فيه هو هذا الشهر، باستثناء هرجع تاني واقول لكم يا عقارب، باستثناء النهارده، لان القمر في حبيبك الحوت بينعكس عليك بانفراجات، تيسيرات، يومك حلو، يومك كان في الشغل لطيف مش وحش، كان عندك اجتماعات مبشره. بالنسبه للقوس، القوس بكره بامر الله هينفرج هو والاسد بسبب قمر الحمل، فالدنيا هتحلو قوي مع الاسود بكره، احلى من النهارده باذن الله، بكره من النهارده الفجر اليوم حلو قوي مع النارين، هتكسروا الدنيا. سرطان المائيين، انتوا النهارده بالفعل يا استاذ اسلام مكسرين الدنيا، لان الحوت اللهم صل على النبي واخد نصيب الاسود، وانتوا يا سرطانيين انتوا نمبر 2 النهارده في الحظوظ، والثالث هو الاسد. طيب هنروح بقى لبواليد برج الثور لهذه الايام. اللهم صل على النبي، الله اكبر، شمعتك ولعه واخبارك حلوه وعندك سرور وعندك قياده وعندك بشاره وعندك ترقيه، واحتمال يكون في فلوس داخلالك من مصادر رزق جديده، معرفش هل شغل جديد، هل شغل اضافي، هل ترقيه، هل هتجيب ارض عقار، هتتمكن في الارض، انت في قوه غريبه ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي يا تيران، قيادة وقوة وعظمة كده، ربنا نافخ يعني ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، عندك دعم قوي يا أستاذ علي. أهلا وسهلا. أهلا بك يا أستاذ. الله يا أستاذ علي، اسم طاقة اسمك حلوة جدا، اتفضل. الله يبارك فيك يا رب. ما شاء الله تبارك الله. 11/2. أنت 11/2؟ أه. اللهم صل على النبي، بتسأل على حاجة معينة؟ أنا عاوز نشوف الدنيا ما عاملة. دلو، بص يا علي، صلي على النبي، أنت دلو. هو أنت يا علي في حد الفترة اللي فاتت، مش هنقول نصب عليك او ضحك عليك، لا مش هقول بالمعنى ده، في حد انت ليك عنده حقوق او ميراث او فلوس وبيتماطل او يقول لك طب معلش اصل مزنقه دلوقتي اصبر شويه؟ لا والله الدنيا مزنقه معايا انا، مش يا رب يفتحها عليك يا علي بحق الايام الكريمه دي، واشوفك اسعد حد في العالم كله، انا ما اعرفكش بس انت اخويا في يعني يعني متابع جيد للبرنامج. طيب بص يا علي، هو الفتره دي الدلو برج الموهوب والبرج المبدع والبرج اللي عندكم كده موهوبين بطبعكم ومبدعين ومش اشرار وطيبين وبتتمنوا كل الخير لكل الناس، الفتره دي الوضع الكوكبي والوضع الفلكي بيقول لك عندك امور قضائيه وامور ماليه وعاوز تجيب فلوسك من بق الاسد، حد كده يا اما بيماطل بيتقل بيقول لك طب مش دلوقتي، طب اصبر، طب للبعض بتاع الدلو، البعض الاخر بقى بتاع الدلو الدنيا مزهزهه معاهم، عندهم بامر الله الفتره الجايه اجتماعات، عندهم سهرات، عندهم خروجات، عندهم سفر وبلبطه في البحر، عندهم الوضع الفلكي بيقول لك ابواب السفر مفتوحه على مصراعيها، الجزء الاخر او البعض من مواليد برج الدلو المبدع اللي هو بيكون من 20/1 حتى 18/2، بص بقى يا استاذ علي، لو عندك عطل او مشاكل في مسار طاقتك هتعمل اللي هقول لك عليه، خلاص؟ يا استاذ علي لو قفلت تابعنا من التلفزيون، والله 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 على ما اقول شهيد. يا استاذ علي انت معايا؟ معايا؟ طيب تابعنا من خلال التلفزيون. اول حاجه صلاه الفجر يا استاذ علي، والله ده الوقت اللي سبحان ربي العظيم، ساعه الارزاق بتبقى في وقت الفجر، تقوم تاخد شاور وتتوضى وتصلي، هتصلي ركعتين، خلاص؟ هما ركعتين مش حدوته يا جماعه، احنا يا جماعه اقسم بالله بنضيع وقتنا على تفاهات. نيجي في الحاجات اللي بتجيب بقى يعني الدنيا اصلا دار ممر مش مستقر، خلاص خلينا عارفين ده، خلينا عارفين ان الدنيا اصلا لعبه وربنا اللي خلقنا اللي معاه القصه دي كلها قايل لنا، يعني جايبها لنا صراحه في القران وقال لنا الحياه الدنيا لعب ولهو، فهي مش استقراريه قوي، مش هنفضل مخلدين كلنا، كله هيموت وكله جه من تراب وكله هيتحول تاني لتراب. طيب الوقت بقى اللي احنا متواجدين فيه وربنا عز وجل مانا علينا ومتفضل علينا بالروحه الكريمه وان احنا موجودين، نعمل ايه؟ اول حاجه تصلي الفجر، بتوسع والله العظيم الرزق وبتنزل الرزق من السماء لواقف، هتقول الدعاء ده يا علي، اكتب معايا، ولو ما لحقتش تكتب تابعنا على اليوتيوب على قناه الصحه والجمال اتش بي سي. طيب طيب استاذه صفاء اتفضلي، اهلا بيكي.
يا استاذ صفاء. اهلا حبيبه قلبي، اتفضلي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك انا حضرتك 7-1. 7-1 حبيبه قلبي، حاضر عينيا. عايزه طاقه عامه؟ 4. نعم. انت عايزه طاقه عامه؟ جدي الله اكبر ما شاء الله، اخبارك زي العسل يا صفاء، ابشري. اديني التاريخ الثاني من فضلك. بنتي 15/4. 15/4، اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ حمل بكره القمر عندها، يعني يحظوظها يا سعدها يا وعدها يا اخبارها الحلوه، هي وبعديها الاسود وبعديها الكوس، عسل نحل ما شاء الله. اسمها ايه يا استاذ صفاء؟ اسماء. اسماء، اسمها حلو. ماشي حبيبتي، شكرا شكرا. بس كلامك عسل، انا بحب كلامك قوي قوي قوي. احبك كلامك الله، كلامك السكر ده. احبك الله الذي احببتني فيه، انا احبك. انا بموت فيك، بموت في كلامك قوي، كلامك بسم الله ما شاء الله عليك، بموت في كلامك. ربنا يكبر خاطرك يا روحي واشوفك اسعد واحده في الكون كله. انا معايا بصي عينه، معايا واحده متجوزه وواحد 12. اللهم بارك، واحد 12. تمام. ده ايه ده؟ ده برج ايه ده؟ ده يا حبيبه قلبي عقرب. هو بصي خليها بس تهدى الشهر ده باستثناء النهارده، اللي عقرب الشهر ده هي حامل. لا تخلي بالها بقى، تاكل كويس وتهدى وما تعصبش نفسها، لان شهر ايار مايو شويه في ضغط ضغط ضاغط على العقرب وضغط على الاسد وضغط على الجوزائيين، ما عدا اخر الشهر في كوكب السعد الاعظم داخل للجوزائيين، الجوزائيين بيحبوا العقرب فهينعكس على العقرب اخبار حلوه. امتى؟ اخر الشهر. فالعقرب يهدى لان ده اتقل الشهور واضغطها، اضغطها اللي هو 1/12 ده هيبقى اضغط الشهور في 1/12. طيب معايا بنت 7/16/6. طب حبيبه قلبي دي قوس، الله اكبر، بكره بامر الله الحظوظ عندها بقوه، لان بكره الحملان القمر عندهم اللي هيتالق وهيتزهزه ويجي له اخبار مفرحه وانفراجه وتحسن في الظروف والاحوال، هيكونوا الحملان، بعديهم الاسود، بعديهم القوس، لان القوس في تعب صحي عنده، في تعب صحي عند بنتك 1/12 دي، عندها تعب صحي. خدي بالك، تاخد بالك بالها قوي الشهر ده بنتك من صحتها. انا بلغتك يا حاجه صفاء، انا بلغت. القوس الوضع الفلكي 7/1 بالله عليك، انا بقى 24/10 ل21/11 ده العقرب. انت مش عقرب، انت انت جدي، انت 7/1 جدي يا حبيبتي. والله كله خير، والله كله خير، والله والله العظيم يا صفاء، اللهم صل على النبي ما شاء الله تبارك الله. كلامك عسل بسم الله، ربنا يكبر خاطرك يا روحي واشوفك اسعد واحده في الدنيا. ايه كلامك اللي بنقط سكر ده؟ بتدينا تفاؤل كده بكلامك الحلو ده. والله كل خير يا صفاء، بس في حاجه بقى عايزه اقولها لعلي. ربنا يبارك لك واياكي واياكي، الله يكرمك. بشكر الناس المحترمه اللي بترد علينا على الهوا دي، ناس المحترمه اللي بترد علينا دي. قلبي حبيبه قلبي، على راسي على راسي والله. الله يسعد قلبك يا صفاء وكلامك الحلو، الله يكبر خاطرك. تابعيني يا صفاء علشان في حاجه مهمه هقولها لك انت وبنتك. بنتك 1/12 يا جماعه، القوس من 22/11 حتى 21/12، القوس يا جماعه من 22/11 حتى 21/12. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، الشهر ده عندكم تنبيه في الصحه، ارجوكوا الحاله النفسيه والحاله الصحيه يا جماعه، مواقع النجوم يا جماعه، يا جماعه ناخد بالنا، ننتبه، نفوق. اللي نفسيته مش تعبانه خلي نفسيتك كويسه، محدش فضيلك، اقسم بالله محدش فاضل حد، كل واحد في المفرمه، كل واحد قاعد عامل في ساقيه، شغال يصحى الصبح يروح الشغل، يرجع من الشغل ينام له شويه عشان يروح الشغل، محدش فاضل حد. القوس عندكم تحذير، بس انا ما بحبش اقول تحذير، عندكم تنبيه. بكره الدنيا هتبقى زي العسل النحل، النهارده والشهر ده انتم مضغوطين، عندكم تحذير صحي، لو الوضع الكوكبي بيقول لكم لو خدتوا بالكم من صحتكم هتبقوا في المنطقه الامنه، يعني لا بشارات بوم بوم ولا تحذيرات، لكن طول ما انتم مش واخدين بالكم من حالتكم النفسيه فانتوا في موقع التحذيرات، طول ما انتوا مش واخدين بالكم من حالتكم البدنيه، مش واخدين بالكم من صحتكم فانتوا في موقع التحذيرات. ده بالنسبه ل 1/12 بنوتك اسماء يا استاذه صفاء. بالنسبه ليك انت يا استاذه صفاء 7/1 انت الجدي، كل اخبارك حلوه قوي قوي قوي، عندك انتصار على اعدائك وعندك انفراجه، في حاجات هتتكشف لك، في حاجه كان في حد بيحاول يخدعك او بيتم خداعك من قرايب، من اغراب، من حد في شغل، حد عاوز يضحك عليكي، حد عاوز يعمل نصبايا، حد عاوز يستغلك استغلال سيء، هيتكشف ورق وربنا هينصرك عليهم. الجديان ينتبهوا يا جماعه، في حد عقرب في حياته
ست عجوزه وكبيره في السن. معرفش يا جماعه الست دي ممكن تبقى قريبه من دمكو، اخت، جاره، أو من العيله، خاله، عمه، حد من جوه الدم، بس هي نرجسيه ومتسلطه ومتداخله جدا في حياتكم. الجديان يخلوا بالهم من واحده عقربه او شخصيه مش كويسه، اقارب دم، واصله بالدم من العيله، ممكن تبقى حشره نفسها او اسئلتها كتيره متداخله، بتحاول توقع الدنيا في بعضها، مش بتلاقي لكم فرحه كامله او ما بتكملكوش فرحتكم، بتتضايق لما تلاقيكم فرحتكم كامله. الست دي حذروا منها. اقروا كل اعوذ يا جديان، كلامي للجديان، اقروا كل اعوذ برب الناس كتير يا جديان، اقروها 3 مرات على ميه واشربوها. ما تحاولوش تخلوا حد يخترق مساحتكم الشخصيه. استاذ علي انا مش ناسياك، في حاجه مهمه لازم اقولها لك بعد ما اخد اتصالي من منى. اللهم ذكرني ما نسيت. يا استاذه منى اهلا بيكي. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. بحبك بحبك بحبك. ربنا يكبر خاطرك، احبك الله الذي احببتني. واخلاق وقمه وجمال، وبصراحه انا بحبك قوي. احبك الله الذي احببتني فيه يا روح قلبي. ربنا يبارك لك. انا اتصلت بحضرتك قبل كده وقلتي لي على برج وبرج جوزي، فعايزه لو سمحتي الجديد بقى الجديد. احنا دخلنا في ايار يا حبيبه قلبي، الوضع الكوكبي كله اتغير، اديني بقى اليوم والشهر. انا كنت عايزه اسال على بنت اختي وخطيبها، لان في اختلافات في مشاكل يعني، فكنت اعرف هي يعني كله كده كله كده حبيبه قلبي. 20/10 هي اسمها ايه يا منه؟ هي اسمها ايه؟ اسمها منار. منار الله. 22/10 دي منار، وخطيبها اسمه رامي 28. دي عقرب، دي منار عقرب. منار عقرب. خطيبها اسمه ايه؟ خطيبها اسمه رامي. رامي 14/8. 14/8 تمام. هي 22/10 دي عقرب. 22/10 22/10 حبيبه قلبي. استني 22/10 ديت ميزان. ميزان يا حبيبتي، ميزان. وهو 14/8. هو 14/8 تمام. هو هو 14/8 اسد. وانا 17/8 وجوزي 29/3. طب استني بقى يا منى، هاخد انت كام؟ هي في خلافات جامده بينها وبينه، لان الميزان الهوائي مع الاسد الناري فعلا مشكله كبيره، وعايزه تفشكل الموضوع، وده اللي مزعلني. قولي لي يا منى، انت كام وجوزك كام؟ انا 17/8 وجوزي 29/3. 17/8. جوزك اسمه ايه؟ اسمه ايمن. ايمن كام؟ ما هو 29/3. 29/3. طيب يا حبيبه قلبي اوكي. بصي هو مبدئيا كده، اللهم صل على النبي، انت اسد يا منى ما شاء الله. ايوه يا منى معاكي. وهو خلاص يا منى تابعينا من التلفزيون. طيب هو اللهم صل على النبي، الله اكبر، جوزك حمل بكره القمر عنده، وانت اسد بكره هينوبك من الحب جانب بكره يا منى ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اليوم يومكم، الحظوظ معاكم، انتوا عمالقه وعظماء هذا اليوم باذن الله. يعني انتوا ملوك غدا باذن الله. 5 ايار مايو هتكونوا بكره ملوك اليوم، لان الحظوظ بكره مع اول حاجه الحملان، بعديهم الاسود، بعديهم القوس. ما شاء الله تبارك الله، انفراجات، اخبار مفرحه، هتكونوا متالقين اكتر، متجددين اكتر، فيكوا حاجه كده بتلمع، بتلمعوا كده ومتالقين ومشعشعين ومزدهرين، وانفراجات وبشارات واخبار مفرحه، ويوم زي العسل النحل بامر الله للحملان اولا، لان القمر عند الحملان يا جماعه. بكره النهارده الفجر الحملان، يا مساء العسل والسعاده والبهجه والسرور، وكل حاجه معسله ومسكره زي قلوبكم يا حملان. بعديكم الاسود، يعني الاسود بكره ملوك الحظوظ، عسل، لان هذا الشهر ضاغط جدا عليهم. بكره كده اليوم جاي كده، ربنا عز وجل بيطبطب عليكم بيه. ان مع العسر، ربنا قال معاه مع العسر يسر، ان مع العسر يسرا. هنروح بقى للميزان. 22/10 ميزان و14/8 الاسد، يعني منار ورامي. بصوا لو هي فهمت طبيعه الاسد والله لا يبقى ختم في صباحها. الاسد قيادي، عنده مش هقول غرور بس واثق في نفسه زياده عن اللزوم، اما بيخاصم صعب ان هو يصالح، ولو صالح بيصالح بكبرياء وبعظمه وبعزه نفس وبشموخ، لان هو عنده واثق في نفسه جدا، عنده يعني
السلف كونفيدنس بتاعته واصله لاعلى الدرجات، عشان كده بيتهم بالغرور هو وانثى الاسد. مش غرور بس، هم عارفين قيمه نفسهم، رحم الله امرئ عارف قدر نفسه. الميزان الهوائيه والتغير والتجدد وعدم الاسئله كتير، ما يحبش الاسئله كتير، فالاسد بيسال كتير وبيحقق كتير، شايف ان ده من حقه، من حقه ان هو يسال ويتامر ويشرط ويحط ويعملي كذا وما تعمليش كذا وغيري كذا ما تغيريش كذا، اعملي بلوك لفلانه، شيلي فلان، روحي الشغل ما تروحيش الشغل، اوامر اوامر. يا استاذه هدى، بس برضو عايزه اقول للاستاذ علي حاجه قبل ما انسى. يا استاذه هدى اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتوره. ازيك يا روح قلبي؟ واخبارك؟ الحمد والشكر لله رب العالمين. امين يا حبيبتي، ربنا يزيدك يا رب. الله يخليك يا روحي ويكرمك يا رب. طالعه كده متالقه كده واياكي، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله عليكي. الله يعزك يا هدى، اسمك حلو يا هدى، انت منين؟ انا من جنة. حبيبه قلبي، احلى واجدع ناس الشهامه والمروءه والنخوه، مش بس في الرجاله، في الستات كمان. الستات كمان رجاله، ستاتكم رجاله. الله يخليك يا حبيبة قلبي. اتفضلي قولي سؤالك. انا مواليد 2/2. 2/2 تمام. عايزه تسالي عن حاجه معينه؟ انا حالتي النفسيه تعبانه كده ان شاء الله كله خير. دلو، انت دلو، انت حبيبتي هو الوضع الفلكي. بس بصي، هو يعني لو انتبهنا هيبقى الشهر ده لطيف بالنسبه لك في الانر بيس، يعني انتوا في منطقه الانر بيس. هقول لك بقى يا هدى، بصي يا هدى، الراحة النفسية والسعادة محدش فاضي يخلقها لنا. بصي عشان أبقى صريحة معاكي يا هدى، محدش بقى فاضي لحد هذا الزمن وهذا التوقيت من السنين والأعوام والدنيا. إحنا في توقيت 24، عام 24 خلاص، 2024 يعني هذا الزمن السريع، زمن التكنولوجيا، زمن ان محدش بقى افالبل لحد، محدش بقى فاضي يسمع حد، محدش بقى فاضي ينصح حد، محدش بقى فاضي يجيب هدايا لحد، محدش بقى فاضي لحد. زمن كله مشغول عشان يقدر يجيب قوت يومه. نعمل ايه؟ اهتمي بنفسك، انت نفسك دي انت هتتسالي عليها قدام ربنا. نعمل ايه عشان نسعد نفسنا؟ اول حاجه، كل ما صلتنا بربنا والله العظيم يا هدى قويت، كل ما الدنيا كلها بقت خدامه تحت رجلك تسجد لك. ربنا قال للملائكه مش للدنيا، اسجدوا لبني ادم. فالدنيا كلها والله ربنا هيخليها تسجد لك، تعمل لك سجود. ربنا سخر لك الكواكب والشمس والقمر والارض ومن عليها عشان بيحبك، عشان نفخ فيك من روحه الكريمه، كرمك. ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في البر والبحر، فيما معنى كلامه عز وجل، قل إن العزة لله وللرسوله وللمؤمنين. خلصت خلاص. اللي عاوز رفعة، اللي عاوز وجاهة، اللي عاوز تاج وقار، اللي عاوز ساعة رزق مع ربنا بس وانتهى الأمر، ومع الرسول، الصلاة على النبي كتير، والاستغفار، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نعمل إيه عشان ساعة الرزق وعشان ساعة القلب اللي هيبعد عن ربنا؟ يا هدى تابعينا يا هدى من خلال التلفزيون، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. كلام واضح وصريح. بس قبل ما اكمل معاك يا هدى، التور عندك بشاره قوه، وعندك قياده، وعندك ترقيه، وعندك اخبار مفرحه، وفي حمل وفي اصلاحات للتور. اللي احتمال يبقى فيه رجوع للمطلقين من برج التور، احتمال رجوع، احتمال العمل اللي معمول يتفك، احتمال البعض منكم هيبقى عنده سفر وترقيه وبشاره. هنروح لاستاذ علي، عايزه اقول له حاجه بس الله يسعدكم قبل ما انسى، مهمه. الاستاذ علي اللي اتصل من قبل 3 أو 4 مكالمات. يا استاذ علي، بالنسبه لدي الرزق، الرزق مع ربنا بس، الرزق مش مع حد. خلصت. نعمل ايه؟ نجري لملك ملوك السماوات والاراضين. امتى؟ اصطاد بقى الاوقات الجميله. ربنا طول الوقت موجود عز وجل، بس الاوقات اللي عند ربنا جلل ليها كده يعني مكانه، زي صلاه، زي وقت الفجر والسحر، زي وقت الليل العشر اللي هم يوم عرفات بينزل لنا الصبح، زي كل ليله ما بينزل لنا بالليل وبيقول هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فاغفر له. طيب نعمل ايه بقى عشان ساعه الرزق؟ هنقول الدعاء دوت يا استاذ علي. خلاص هنقول هذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول، ده الجوزاء، ده ورق الجوزاء معايا، وربنا يستر عليكم يا جوزائيين، وربنا يلطف بيكم يا جوزائيين. جالكوا ذا ديفل، يعني اصعب كارت، جالكوا ذا ديفل،
جالكوا زديفل يعني ربنا يسترها عليكم يا رب ويحفظكم ويعديها على خير يا رب، ومسكوا نفسكم ومسكوا اعصابكم لحد اخر الشهر يا جماعه. الجوزاء يكشف على نفسه، الجوزائيين اكشفوا على نفسكم، شوفوا نظامكم ايه مع صوره البقره، عشان ديفل ده كارت خطير، كارت خطير، يا اما اعمال سفليه والعياذ بالله، يا اما بسم الله الرحمن الرحيم الحفيظ الحافظ، مس جن عاشق، او لا قدر الله سحر او حسد، او لا قدر الله طاقه سلبيه او طاقه مراقبه، بسم الله الحفيظ الحافظ، سلام قول من رب رحيم. احفظوا نفسكم يا جوزائيين وامسكوا نفسكم لحد اخر الشهر، لان عندكم فرجه جامده قوي يوم 26 ايار مساء، كوكب الحظوظ الكبرى داخل لكم، بس انتوا الشهر ده عندكم تهديدات وتحذيرات. في مشكله، الاعتراف بالحق فضيلة، شوفوا بقى انتوا ايه مشاكلكم، هل لسانكم طويل وخبصين وبتفتخر بنفسكم، جالكوا عين وحشة، اتحسدتوا، اتعمل لكم عمل، يا اما مش محصنين نفسكم بربنا فعندكم جن عاشق او مس عاشق. بتحفظوا نفسكم ازاي؟ بالقرآن، بالتسبيح، بالصلاة، بالطهارة، فأما ثيابك فطهر، ثيابكم تبقى طاهرة ونظيفة، ريحتها حلوة، جسمكم طاهر، مستحمين، واخدين شاور، بخور، بخروا بخروا البيت، بخروا شغلكم، ما تتكلموش كفايه راغي، تتكلموش، بتتكلموا ليه؟ بتغيظوا الناس ليه؟ وتخليهم يحسدوكوا ويحقدوا عليكم ويبعتوا لكم طاقه شر، كفايه. ديفل ده اخطر كارت طلع للجوزائيين، لكن عندكم ربنا بيهيئ لكم انفراجه قويه جدا 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 يا جوزائيين. الفتره دي الوضع الكوكبي ضدكم، فاللي معاكم ربنا بس، وربنا اقوى من الوضع الكوكبي كله. تحصنوا بالله يا جوزائيين. هنروح لاستاذ علي. يا استاذ علي، ساعه الرزق مع ربنا، هنختار الاوقات زي ما قلنا اللي فيها اعظم الاوقات، زي ما ربنا عز وجل بيتنزل في الثلث الاخير من الليل ويقول هل من داع فاستجب له، هل من مستغفر فاغفر له. ترفع ايدك تصلي الفجر وهتدعي لي، والله العظيم لو عملت اللي بقولك عليه والله لا تدعي لي يا استاذ علي، يا رب تدعي لي. هتعمل ايدك كده، ان الله حي، انا بقول لك ده حديث قدسي، يستحي ان يبسط له عبده يديه وان يردهما اليه خائبتين صفرا. ربنا كريم قوي، بيتكسف، بيستحي ان انت تتذلل له كده وتشحت منه وتطلب منه بس، العوز من الله بس، الشحاته من الله بس، السؤال لله بس، يا ابن ادم الشكوى لغير الله مذله، يا ابن ادم بلاش تتذلل عباد الله، عباد الله لا بيقدموا ولا بيأخروا، هيدوك حاجه باذنه هو، هيمنعوا منك حاجه باذنه هو، خلاص؟ هتقول الكلمتين دول في صلاه الفجر، اللهم بحولك وقوتك، ان كان رزقي في السماء فبحولك وقوتك عجله وانزله وارزقني به وبارك لي فيه. اكتب يا استاذ علي. وإن كان رزقي في الأرض فبحولك وقوتك عجله وأخرجه وارزقني به وبارك لي فيه، وإن كان رزقي بعيدا فبحولك وقوتك عجله وارزقني به وبارك لي فيه، وإن كان رزقي قريبا فبحولك وقوتك عجله لي وارزقني به وبارك لي في كل ما رزقتني به، يا أكرم من سئل وأجود من أعطى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبتي وأحبتي ونحن منهم إلى يوم الدين، وسبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم. مفيش دعاء يا أستاذ علي، بتبدأوا بالصلاة على النبي وتنهيه بالصلاة على النبي، وتبدأوا بالتسبيح سبحان الله وبحمده وتنهيه بالتسبيح وإجلال الله والثناء عليه عز وجل، سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم. والله العظيم اللي في النص مستجاب، أقسم بالله مهما كان، أنت بتعبد رب مستحيلات مش رب ممكن، رب مستحيل، رب شق البحر عشان سيدنا موسى واثق فيه، قال كلا إن معي ربي سيهديني، انتهى الأمر، البحر اتفلق نصين وفرعون بقوته غرق، وموسى في ضعفه وهو طفل رضيع، ربنا خلى البحر يحميه على حتة خشبة نجاه من البحر، وفرعون بقوته ربنا دفنه في البحر وموته في البحر. يا أهلا وسهلا بك يا مساء السعادة. يا أستاذة مروة، يا أهلا وسهلا. أهلا بك يا حبيبتي، اتفضلي. أنا عايزة أعرف البرج بتاعي. طبعا اتفضلي قولي. طبعا 23/7 23/7 انت عايزه طاقه عامه. بصي انا بحب 7 اي يوم من اول 7 لاخره، انت 23/7 ده اسد، الله اكبر عليكي. وجوزك 22/4. جوزك كام؟ 22/4. 22/4. ايوه ايوه تمام. عايزه تسالي على حاجه معينه؟ ده عايزه ما شاء الله، ده يعني طور ثور. أيوة. برج ثور، يعني هو اسمه ايه؟ برج الثور. ابراهيم. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، ايار الحظوظ مع الترابين، عشان بصي السكه والدغري، انت عندك تحذيرات هذا الشهر ما عدا بكره، انت عندك نهدى شويه يا استاذه مروه، لان على السكه والدغري الشهر 5 ده ناموا.
يعني عشان ابقى سكه ودغري معاكم، الجوزائيين عندهم تحذيرات. العقارب في شهر ايار اكتر شهر مضغوطين فيه باستثناء النهارده يا عقارب. انت بقى يا اسود، انت اسد، باستثناء بكره. بكره اليوم زي العسل النحل والسكر على قلبك، ويوم كده كله سعاده وبهجه وتالقات وانفراجات، وصحتك احلى، ويوم زي العسل، لان الامر بامر الله وباذن رب العالمين، ولا يعلم الغيب الا الله. الفجر داخل عند الحملان، والحملان دول حبيبك، الضلع الثاني عندك في المثلث الناري، فهو الحظوظ عنده، وبعدين هتنعكس عليكي، وبعدين هتنعكس على القوس. بكره يوم الناريين، الحملان ثم الاسود ثم القوس. خلاص، الشهر ده تحذيرات للجوزائيين، تحذيرات للعقارب اكتر شهر ضاغط ليهم، تحذيرات للاسود ما عدا بكره، والقوس ايضا عنده تحذيرات صحيه ونفسيه، وايضا عقارب واسود وجوزائيين وقوس. خلاص، الدلو لو ما بطلش صرف كتير هيبقى اخباره حلوه كلها، لانه بيصرف كتير قوي، يهدى شويه، يهدى شويه الدلو في الصرف. انت هو تور، هو ما شاء الله ايار ترابي، ايار الترابيين هم اللي لهم الحظوظ، الجديان، العذراء، التور اولا. فجوزك اموره هتتحسن بامر الله، عنده انفراجات، عنده بشارات، عنده يمكن ترقيه، عنده يمكن فتح باب لفلوس من مكان جديد، عنده ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، انفراجه وبشارات وسعاده واخبار مفرحه واخبار تفرح القلب، قلبه هيفرح وهينعكس عليكي، هينوبك من الحب جانب، لان انت زوجته. تحاولي تكسبي بقى قلبه كده، وتحاولي كده تراضيه وتدعي له دعوات حلوه. عموما النار مع التراب حلو، لان التراب بيهدئ من روعه الاسد. الاسد شويه احيانا انت بتتعصبي، احيانا بتكوني اندفاعيه واثقه في نفسك، مش مغروره بس عسل عسل، يعني انت ما بتبكيش على حاجه، انت مقطعه بطاقتك، يعني انت يا استاذه مروه واثقه في نفسك قوي، عارفه قيمه نفسك، ليكي كده شنه ورنه، ليكي نور وليكي هيبه، بتيجي في مكان بيبقى ليكي الشنه والهيبه والرنه بتاعتك، خاطفه للانظار. الاسود بتخطف الانظار وبتعرف تخطف الانظار، عشان كده بتثير احيانا غير اسواق في نفسيا. في ناس ما بتتحملش يا استاذه مروه انها تشوفك جذابه وناجحه ومتالقه ومتحمسه وحماسيه وجميله. في ناس ما بيتحملوش، لان هم غير اسوياء نفسيا. في ناس يقول لك ايه، ما لقوش في الورد عيب قالوا احمر الخدين. ايه ده؟ ايه ده، هي مال خدودها حمراء كده؟ ليه القرف ده؟ من غزهم، من غلهم، من حقدهم، من سوادهم. فانت بتثيري غيره الغير سويه نفسيا، بالعكس انت تفرحي وتبقي مطمنه ان انت دايما ناجحه، وان انت كويسه، وان انت كده على المسار وعلى السياق السليم، على طريقك السليم. وابشري والله يا استاذه مروه. هنروح لبرج الجوزائيين. يا جوزائيين بقى، شوفوا ايه مشكلتكم يا جوزائيين. لازلتم في وضع غير امن الا برب العالمين. هنعمل ايه يا جماعه؟ هنروح للاستاذه هدى اللي كلمتنا من شويه وقالت لي ان مش الطف حاجه، نفسيتها مش الطف حاجه. والله والله والله، اللي هيبعد عن ذكر ربنا حياته ضنك، اللي مش هيذكر ربنا حياته ضنك، اللي ما بيصليش اقسم برب الكعبه حياته ضنك. يا جماعه ده بيعلمنا المسؤوليه والالتزام والانضباط والادراك والوعي. اما الاذان جدا ربنا بيعلمنا نكون منضبطين. هو مش محتاج اصلا، هو الغني عنده اللي بيعبدوه طول من ساعه ما اتخلق وساجدين له، واول مره هيقوموا يوم القيامه هيقولوا والله يا رب ما عبدناك حق عبادتك، وما قدروا الله حق قدره. احنا كلنا مقصرين، وانا اولكم ربنا يغفر لنا جميعا ويردنا جميعا اليه، وانا اولكم ردا جميلا. طيب، الجوزائيين رجعوا حساباتكم مع ربنا، يا اما رغاين، يا اما بتفتخروا بنفسكم جايب لكم العين والقر، يا اما اتعمل لكم عمل، لان الكارت ديفل ده كارت في منتهى الخطوره، يا اما في رغي عليكم، يا اما في طاقه حقد وحسد من حواليكم قرايب او اغراب، يا اما في طاقه استغلال وفامباير ومص دماء، ناس عايزين ياكلوكوا حيين معاهم وبيبصوا لرزقكم. عينيهم مش في طبقهم، عينيهم في طبقكم انتوا. داروا على شمعتكم يا جوزائيين عشان تقيد، لان انتوا حصل لكم طاقه سلبيه لا يعلم بها الا الله فوقه. كفايه رغي وكفايه افتخار بنفسكم. روحوا، اللي معاه فلوس، اللي معاه فلوس اقول لكم بالنسبه للرجال، الكارت اللي طلع لي ده يروحوا يذبحوا. الكارت اللي طلع لي ده بالنسبه للرجال الجوزائيين يروحوا يذبحوا. اذبحوا بقى بنيه ارنب، حتى بنيه ارنب، اللي معاه يذبح عجل، اللي معاه يذبح خروف، اللي معاه يذبح. في الرجاله اللي معاه فلوس روح اذبح،
اذبح اضعف الايمان ارنب مع رز مع عيش وزعه. الذبح يا جماعه بيجيب الخير، الذبح وتوزعه لله بيجيب اقسم بالله الخير والسعد، بيفك امراض داو مرضاكم بالصدقه، بيفتح ابواب جديده، اطعموا الفم ان اللقم تزيل النقم، مصيبه نازلالك، جيت اكلت لقمه في بق واحد جائع والله المرض ربنا هيكفيك شره، سرطان ربنا هيكفيك شره، لا قدر الله بتر، لا قدر الله حادثه، لا قدر الله مصيبه ربنا هيكفيك شره وهيبعدهم عنك، هينجيك لان انت عندك انفراجه ربنا بيهيئ لك فرحه ما تحلمش بيها والله يا جوزاء، والله يا جوزاء عندك فرحه باذن الله ولا يعلم الغيب الا الله، يوم 26 الفجر يعني 27 الصبح فرحه وانفراجه ما تحلمش بيها. كوكب السعد الاعظم جوبيتر داخل لك، احفظ التاريخ ده وادعي لي. 27 الصبح ايار مايو 26 الفجر. اهلا بيك يا فاطمه حبيبتي، اهلا بيك يا اهلا البرج بتاعي حبيبه قلبي يا فاطمه، اتفضلي اتصلي تاني يا فاطمه. الجوزائيين بقى زي ما قلت لكم اللي معاه فلوس من الرجاله، لان الكارت ده مش كويس، مش كويس، جات لك طاقه سلبيه يتعمل لك عمل وانت خدته، خدت طاقته، يا اتسحرت يا اتحسدت يا انت السبب في اللي انت فيه، اعترف والله يا جوزائيين. وما ظلمهم الله ولكن الناس انفسهم يظلمون، يا انت افتخرت يا فضحت عيالك باخبار حلوه، اصل ابني بياخد، اصل مش عارف ايه، اصل بنتي جالها شبكه بكام. ما تسكتوا ما تسكتوا يا استاذ راضي، اهلا كفايه يا جماعه عشان انتوا اللي بتجيبوا لنفسكم الحسد، كفايه رغي يا استاذ راضي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. ازيك يا دكتور، اخبارك ايه؟ الله يعزك يا رب، اهلا بيك، اتفضل. 8/3 8 حضرتك 8/3 اه مظبوط. انت 8/3 ولا المدام؟ انا 8/3 والمدام 12/12 12/12 ما شاء الله تبارك الله. 12/12 دي قوس، قوس الله اكبر، ده بكره يومها حلوه قوي قوي قوي، اللهم صل على النبي و اللهم صل على النبي، وانت حوت، اللهم صل على النبي، الله اكبر. ده انت النهارده اليوم كان يومك بقى، النهارده اليوم كان لطيف ولا لا؟ بامانه ربنا يا استاذ راضي. بامانه كان لطيف اه، عشان القمر عندك، عشان القمر عندك يا استاذ راضي. اسمك طاقته حلوه، ممكن بقى استاذنك في اسم المدام اعرف طاقتها حلوه ولا طاقه وحشه عشان نغيره؟ اسم المدام ايه من فضلك؟ هو الخط قطع؟ طب حاول اتصل مره تانية او تابعنا من خلال التلفزيون. بص يا استاذ راضي، دي كلمه ليك انت تخصك انت يا استاذ راضي، يا ريت اسمك ما يتغيرش، لو هتتدلع يتقال لك يا راضي، بلاش تغير اسمك، اسم راضي الاسم ده فيه عز رهيب رهيب رهيب، وابواب بتتفتح وطاقات في الباراسايكولوجي لا يعلم بها الا الله. اسم راضي ده اسم الرضا، ده ربنا عز وجل لما جه يجبر بخاطر سيدي وحبيبي وشفيعي رسول الله، اما حب يفرح قلبه وهو اللي خلقنا فعارف عباده بتفرح ازاي، اما حب يبهج قلب سيدنا النبي ويفرحه قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى، طاقه الرضا، راضي ورضا، سواء ست سواء بنت سواء رجل شاب اي حد، طاقه راضي ورضا طاقه نورانيه فظيعه، فيها نوع من سعه الارزاق، بس احنا بنغير بقى يعني، الناس ما بيعجبهاش بقى، بيروحوا يغيروا بقى يسموا نفسهم اسماء تانية غريبه وعجيبه الشأن، نلاقي الطاقه بتاعتهم عماله تتلخبط، ظروفهم بتتلخبط، ماشيين في موضوع بيتقفل، عندهم عطله، عندهم وقف حاله. يا جماعه اسماءكم مادام حلوه بتجيب الحظ وتجيب الرزق اسكتوا ما تغيروهاش. انت يومك النهارده اللهم صل على النبي يا راضي زي العسل، انت يا راضي الله اكبر برضو من ملوك شهر ايار مايو، يعني قاعدين حاطين رجل على رجل. الحيتان، الثيران، الطور يعني الثور، الجديان، العذراء. طيب اللي هيخلوا بالهم بس بعد كده الدنيا تحلو، والله هتحلو. الاسود، تنبيهات وتحذيرات. الجوزائيين طبعا طبعا دول على راس القائمه، ربنا يعديها عليكم على خير. وطبعا العقارب، شهر ضاغط جدا جدا جدا، باذن المولى بقى نجري نستخبى عند ربنا عشان يأمننا من الوضع الكوكبي الغير امن ولا غير والمتغير والمتجدد دائما وابدا. طيب الجوزائيين زي ما قلت لكم، حاولوا بقى تجددوا طاقتكم، توضوا كتير، صلوا كتير، سبحوا. السبحه ما تسيبوهاش يا جوزائيين، انتوا عارفين لو لقيت حد فيكم سايب سبحته بصوا هعمل فيكم ايه؟ على الموبايل، نزلوها على الموبايل، نزلوا السبحه على الموبايل، اقعدوا سبحوا على الموبايل، مكسوفين تمسكوها
يعني انا بشعري هو ماسكاها. اه ربنا يهديني واتحجب ان شاء الله. طيب مكسوفين تمسكوها يا بنات لو بنات مش محجبه زي الموبايل، نزلوا البرنامج على الموبايل طول ما انتوا قاعدين. سبحان الله الحمد لله استغفر الله لا اله الا الله الله اكبر. هنروح بقى للبرج بقى يا جماعه بقى، رحنا للمعلم، المعلم اللي احنا منه بنتعلم للسرطان، اللهم صل على النبي. ايضا ملوك شهر ايار مايو، ملوك شهر مايو يعني يا سرطان تعويضات يعني الله اكبر. اليد يعني والله ربنا مش سايبنا ولا لحظه، بس انت جاي لك الايس وونت يعني جاي لك عنايه، هو اصلا انت عندك عنايه الهيه، كلنا عندنا عنايه الهيه. ربنا دايما بيطمنا بيقول لنا الشيطان يعدكم، الشيطان مالناش دعوه بيه، الشيطان دايما بيفقرنا يا جماعه، يوعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره. وربنا دايما بيبشرنا وبيقول لنا انا عندي الرحمه وهدخلكم الجنه وهامنكم في الدنيا وهشفيكم وهغنيكم وهديكم. الشيطان دايما بيقول بكره وحش والدنيا سودة والحياه يعني بيزرق لكم الحياه، بيخلي لونها كده، بيمسك القلم الشيطان ويسودها. انت عندك يا سرطان، انت من ملوك شهر ايار مايو انتوا والجديان والتور يا جماعه، الترابيين، الترابيين هم المسيطرين ومتحكمين هذه الفتره. الوضع الفلكي كده، الوضع الكوكبي عايزكم كده. طب احنا بقى معانا ربنا، المجموعه الثانيه اللي عندها التحذيرات والهوائيين والناريين وبعض المائيين هو العقرب فقط اللي عنده تحذير هذا الشهر، التزموا مع الله والله معاكم. ربنا هو اللي خلق جوبيتر كوكب الصعد الاعظم، وهو كتب وهو اللي خلق كوكب المريخ كوكب الحديد والنار كوكب الحماسه والطاقه هو والعمليات الجراحيه، هو كوكب المريخ. لما بيقترب ربنا يحفظنا بسم الله الحفيظ الحافظ، كله يتحصن بالله عشان ينجى باذن الله. انت يا سرطان عندك امورك بتتحسن، عندك استشفاءات، احتمال سفر، في ترقيات، وجودك صاخب وعندك فايبس ايجابيه جدا، كلامك مؤثر والناس بيسمعوه وبيدعموك، في دعوات كتيره واشاده، عندك تالقات وعندك في جوائز او هدايا هتحصل عليها الفتره دي، ممكن يكون هديه بقى من حد قريب او من مديرك، او ممكن يكون ترقيه او علو شان. انت عندك في قوه غير طبيعيه باذن الله الفتره دي، انت من ملوك ايار مايو. ارقوا بقى نفسكم عشان ايه ما تاخدوش العين الجميله العين الحلوه. ما هو بصوا احنا في الدنيا يا جماعه، احنا في الدنيا، احنا ما دخلناش الجنه، احنا لسه ما دخلناش الجنه، فنحاول نعرف ان السعاده الكامله والله العظيم فوق في الدنيا، في الجنه مش في الارض. يعني عايزين سعاده كامله، اما تدخلوا بقى الجنه مفيش ولا مشكله فيها، لكن هنا في الدنيا كل حاجه فيها المنحه هنلاقي جواها محنه، المحنه هنلاقي جواها منحه، مفيش شر 100% ومفيش خير 100% يا جماعه. احنا قلنا على السرطان خلاص، الاسود. طيب احنا قلنا يا جماعه استثناء بكره الاسود، باستثناء بكره بس، بكره اليوم حلو قوي 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 عندك يا اسد. بكره عندك انفراجه لان الحملان القمر عندهم وده صديقك وحبيبك، لكن انت كان عندك الفتره اللي فاتت وجع قلب، ممكن يكون خذلان، طاقه خذلان يا اسد، وجع القلب، الضربه اللي في قلبك دي اللي بتغص عليك، ممكن يكون شغلك ما كانش الطف حاجه، او انت كنت مكسل سيكه في الشغل، او مودك في البيت ما كانش الطف حاجه، كان عندك تعب نفسي، كنت بتمر بفتره صعبه. والشهر ده ايضا هنخلي بالنا يا اسود، لان انتوا حبايب قلبي والله انا بحب الاسود جدا، لان الاسود طيبين وفاري هالبر وايديهم دايما عليا، ان الله يحب اليد العليا عن اليد السفلى، ربنا بيحب كل الناس، بيحب الناس كلها، ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به، بس بيحب الايد العاليه اكتر اللي بتساعد اكتر اللي بتطبطب اكتر، وبيحب الايد السفلى كمان اللي بتاخد المعونه، بس ربنا بيحب اليد العليا، ربنا عنده بيحب المؤمن القوي، خير احب عند الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي ده يا جماعه ليه صفات كثيره جدا، ان هو يا جبل ما تهزك ريح، هو عارف انه كده كده موجود شويه في الدنيا وكل الناس هتفلسح كل الناس هتموت، فهو الشويه اللي قاعدهم بيخدم فيهم وبيشتغل فيهم، مش شكاي، مش رغاي، مش بكاي، ما بيشيلش حد همه، فيري هيلبر، كريم، محبوب، سعيد، طاقته ايجابيه، بيخش ليه شنه ورنه، ليه نور، ليه وجاهه، ليه تاج وقار، الاسود. بس طبعا الشهر دوت مش الافضل على الاطلاق، انت والعقارب والجوزائيين والقوس صحيا، يا قوس بلغتكم ونبهتكم تخلوا بالكم من صحتكم يا قوس، ونفسيتكم ومعنوياتكم ترتفع،
دلعوا نفسكم، محدش فاضي يسأل في حد، أقسم بالله الناس بقوا غصب عنها، كله شقيان وكله غلبان وكله عاوز الطبطبة، يبقى أنت طبطب على نفسك. يا قوس إيدك دي تطبطب على إيدك دي، معاكوا الأسود، الأسود ما بيحتاجوش أصلاً، الأسود أغنية بالله، مش محتاجين من حد حاجة، هو اللي بيدي، هو اللي بيجيب هدايا، هو اليد العليا، هو يحب يقف للناس، يشغل الناس، يأكل الناس، يجيب لهم هدايا. ربنا يعني هيكرمكم قوي 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 قوي، عندكم انفراجة رهيبة في ستة، بس احنا بس الضغط موجود عندكم، انتوا عندكم كيس قوي جدا جدا جدا، في منصب هتتعلوا فيه، يا هتتنقلوا يا باب هيتفتح لكم، يا اما في طريق جديد هيتفتح لكم، يا اما في مفتاح هيفتح لكم باب، هيفتح لكم بورا باب، في حاجة قوية وجايزة بتتحوش لكم، في فرحة بتتهيأ لكم، بس اهدوا الشهر ده أرجوكوا يا أسود، الشهر ده مش أنتوا مش من ملوك حظوظ شهر أيار، ولا أنتوا ولا الجوزائيين، الجوزائيين آخر الشهر. الجوزائيين يسكتوا خالص خالص لحد آخر الشهر. معاكوا العقارب أكتر شهر ضاغط طول 2024، لسنة 2024 هو شهر 5 أيار. باستثناء طبعا النهارده الحوت كان عنده القمر، فالعقرب والسرطان كانوا متألقين مش عشعين منورين، كان عسل نحل. عندك فرحه يا اسد بتتهيأ لك، باب هيتفتح كبير، باب خير من رب العالمين. اوعى تفتكر يا عقرب ان كل اللي بتعمله ده ربنا يعني ربنا واخد باله كويس قوي، ربنا واخد باله قوي من اللي بيحسدوكوا، من اللي بيضحكوا في وشكوا، هم بيكونوا لكم غل. انتوا يا اسود الخير معاكوا، وربنا مهيئ لكم فرحه جامده قوي 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 بتتجهز لكم، ولا يعلم الغيب الا الله عز وجل، وحده لا شريك له. اخر نصيحه بقى لكم كلكم، السبحه ما تستبش من ايديكم، صلاه الفجر ما تنسوهاش، عايزين تحرموا نفسكم انتوا احرار، ساعه الرزق في صلاه الفجر دخلوا بقى اوميجا 3 كله بزيت زيتون، حطوا زيت زيتون في بيتكم في مطبخكم، عسل النحل لازم يبقى موجود، البنجر يعني الشمندر لازم يدخل في نظامكم الغذائي، البندوره يعني الطماطم تاكلوها بالعافيه بس ما تدخلوهاش على نار، كلوها كده قطعوها وكلوا البندوره الطماطم كده، كلوا بساريه، كلوا سردين، كلوا اوميجا 3 يعني سلمون، حاولوا تاكلوا سلطه كتير، اطلعوا في الشمس، العبوا رياضه، رقصوا رقصوا يا بنات رقصوا، والرجاله كمان، لان الرقص بيعمل فلتريشن، بيعمل ستريتشنج للعضلات، بيروق المزاج وبيخلي مودنا احلى. رقصوا وانتوا قاعدين فاضيين، اسمعوا ميوزك او اسمعوا سيمفونيات حلوه، بس طول الوقت اسمعوا قران واستغفار دائما وابدا، ولا حول ولا قوه الا بالله، وسوره البقره على ميه ونشربها، وياسين القضيه المعممه والواقعه، وحسن الظن بالله. انا كنت سعيده معاكم جدا جدا، واستنوني في حلقات قويه جدا من وبشر مع دينا حمدي.